اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من استوديو نواب. مساء الخير عليكم، مساء الخير على مصر. يعني الفتره اللي فاتت بقالنا يومين ثلاثه الدنيا كانت برد جدا، وفي عز البرد ده كان في عدد كبير من القوانين والقضايا الرئيسيه اللي شغلت الراي العام وشغلت البرلمان المصري في الاسبوع اللي احنا عديناه، وكان في قضايا رئيسيه اهمها اللائحه الداخليه للمجلس واللي بتعتبر يعني عمود فقري لمجلس النواب، و كل العمل بتاع البرلمان القادم هيكون متوقف على اللائحة اللي بتتعمل دلوقتي في مجلس النواب. من المفترض أن يتم إقرار اللائحة دي في 7 فبراير الجاي. القضية الثانية كمان اللي شغلت المجلس هو الجدل المشتعل حول قانون الخدمة المدنية واللي تم رفضه من قبل مجلس النواب، وفي كلام بيقول أنه الحكومة دلوقتي في مواجهة المجلس وأن في مأزق كبير بسبب عدم إقرار هذا القانون. النهاردة كمان كان في تصريح من المستشار العجاتي مجدي العجاتي، قال فيه بأنه اللي هيحصل يعني على الفترة القادمة أنه لا، اللي هيتم صرف الفلوس شهري فبراير ويناير وفقا للقانون اللي تم رفضه من قبل المجلس. طبعا دي فيها مشاكل قانونية كتيرة برضو هنتكلم عليها النهاردة في حلقتنا. في قضية تالتة وهي أزمة ائتلاف دعم مصر. من الواضح أن من يوم ما تم إنشاء هذا الائتلاف وفي مشاكل كتير وحوارات كتير بتدور حول هذا الائتلاف، مؤخرا بقى في مأزق تنظيمي داخلي من شأنه يحدث بعض الانقسامات وفي تهديدات من بعض أعضاء هذا الائتلاف بالانسحاب. يعني قضايا كتير النهاردة هنتكلم فيها وهتكون محور نقاشنا في الجزء الأول من حلقتنا، ولكن خلوني كمان أقول لكم مشاهدينا أن الجزء الثاني هيكون معنا النائبة المحترمة الدكتورة شادية ثابت، وهي كمان هتكلم عن دائرة إمبابة والمشاكل في هذه الدائرة المهمة جدا، وما هي أهم الملفات اللي وضعتها الدكتورة شادية على أولوياتها لمناقشتها داخل المجلس. كل ده وكمان هنستقبل تليفوناتكم وهنقول لكم على تليفوناتنا عشان نستقبل كل يعني أسئلتكم ومطالبكم على الهواء مباشرة في استوديو النواب. خلونا نبدأ ب أبرز ملف وهو أزمة ائتلاف دعم مصر. الائتلاف اللي تم تشكيله قبل الانتخابات أو عفوا قبل انعقاد المجلس، وكان في كلام بيقول أنه هو عنده أعضاء عدوا 400 عضو. اليومين دولت عمالين نسمع تصريحات كتيرة في عدد من القنوات وعدد من الصحف بيقولوا أنه في مشاكل لأنه الأعضاء لم يتم اختارهم أو لم يتم اختار بعضهم، وتم إرسال تشكيل جديد بشكل خاص لأعضاء معينين، ولم يشارك عدد من الأعضاء بهذا الائتلاف في تشكيل الائتلاف الجديد. في كلام بيقول أنه هكذا يواجه هذا الائتلاف انقسامات شديدة من شأنها أن هي تحله أو أنه ما يكونش فيه حاجة بتجمعه أو بتوحده. النائب مصطفى بكري كمان عمل تصريح لتاني مرة ناري ضد الائتلاف، وقال انه في هجوم شديد على البعض وان القيادات في الائتلاف عندها اتجاهات بتخدم جهة او مجموعة معينة. كان قايل ده على قناة النهار مع زميل خالد صلاح، وانه يعني في الساعات القادمة سيحدد اذا ما كان سيستمر في هذا الائتلاف أو لا. ودي تاني مرة يهدد فيها النائب مصطفى بكري بأن هو سينسحب من الائتلاف. خلينا الأول نروح نشوف تقرير سريع من الزملاء بيتحدث عن التفاصيل الخاصة بهذا الانقسام الذي يشهده ائتلاف دعم مصر. من الذي يحكم هذا الائتلاف؟ من الذي يتخذ القرارات الهامة بشأن هذا الائتلاف؟ وهل في أمل بأن هذا الائتلاف سيستمر أم لا؟ خلونا نطلع نشوف التقرير سريعا ونعود مرة أخرى لنتابع هذه التفاصيل. عملية إنقاذ عاجلة تجري داخل ائتلاف دعم مصر.
بعد الضربات المتلاحقة التي أصابته في جذوره، بداية من أزمة وكيل المجلس التي انتهت بخسارة علاء عبد المنعم مرشحه في الفوز بمقعد وكيل الائتلاف، ثم الفشل في تأييد الخدمة المدنية، وهو ما كشف عن تفكك واسع داخل الائتلاف، الأمر الذي دفع قيادات الائتلاف للبحث عن محاولات لإنقاذ الكيان من الانهيار، وذلك من خلال اجتماعات متكررة لنوابه وقياداته، ثم اجتماع أخير اقتصر فقط على بعض القيادات وخرج بقرارات جديدة في محاولة لإنقاذ الائتلاف. وكشفت مصادر بائتلاف دعم مصر لاستوديو النواب عن تشكيل مكتب مؤقت لإدارة الائتلاف اختير فيه طاهر أبو زيد أمينا عام للائتلاف، وكلا من أسامة هيكل، محمد السويدي، أحمد سعيد، وسعد الجمال نوابا لرئيس الائتلاف سامح سيف اليزل. كما تم اختيار علاء عبد المنعم مسؤولا عن الاتصال السياسي بالكيانات الأخرى، إلى أن الشواهد تؤكد أن تلك القرارات ربما فتحت باباً جديداً للخلاف بين أعضاء الائتلاف، حيث أضافت المصادر أن هناك غضباً بين أحزاب الائتلاف لعدم تمثيلهم بالإدارة المؤقتة. وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر انتخاب المكتب السياسي للائتلاف نهاية الشهر الجاري على أن يكون متضمناً تمثيلاً حزبياً في تشكيله. يأتي هذا فيما أثار الاجتماع الذي اتخذت فيه تلك القرارات غضب نواب الائتلاف الذين هاجموا اليزل وهددوا بالانسحاب من دعم مصر، وعلى رأسهم مصطفى بكري. مرة تانية بنعود إليكم مشاهدينا، زي ما شوفنا في التقرير تفاصيل كتيرة حول هذا الانقسام داخل ائتلاف دعم مصر. خلينا للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر. باشمهندس مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني باشمهندس، كلام كتير الناس من أول ما قالوا ائتلاف دعم مصر، وكان الأول اسمه دعم الدولة، وهو عامل مشاكل، شوية يجتمعوا شوية ما يجتمعوش. عايزين نعرف إيه التفاصيل. السؤال الرئيسي بيقول مين اللي بيتخذ هذه القرارات اللي بتواجه مؤخرا برفض من داخل أعضاء هذا الائتلاف؟ لا، هو بداية الائتلاف مش عامل مشاكل ولا حاجة. الائتلاف بيضم نواب مصريين وطنيين ومحترمين زي باقي أعضاء مجلس النواب كلهم، وطبعا كلهم قيادات طبيعية وناس قيادات سياسية وقيادات اجتماعية في البلد وليها وضعها، وكل الناس اللي في الائتلاف يعني جم بكفائتهم وبجدارتهم وجابوا من الشعب المصري عن قناعة زيهم زي بقية جميع النواب. طب ليه بيتخانقوا مع بعض يا باشمهندس؟ احنا مش فاهمين. ما بيتخانقوش، هي اختلافات في وجهات النظر وده شيء طبيعي. السياسة طبعا حضرتك عارفة ان دائما بيكون في اختلافات في وجهات النظر، وارد ان يحصل اختلافات في وجهات النظر. بس هل انا اسف يا باشمهندس، والله ما قصدي اقطعك، بس هل الاختلافات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي توصل انه في ناس بتهدد بالانسحاب كله على وسائل الاعلام؟ انا مش جايبه حاجه من عندي. وناس بتقول لا، في ناس بتشتغل ضد مجموعه معينه او لصالح مجموعه معينه، واعضاء مش قيادات ومش معروفين بيطلعوا يقولوا ما حدش بيبلغنا بان في اجتماعات وبيتخذوا القرارات لوحدهم. يعني ما هي برضو الناس عايزه تفهم. والله انا ابلغت بهذا الاجتماع، بس انا ما روحتش لان كان عندي ظرف، بس لو كنت موجود في الاجتماع كنت اعترضت. كنت اعترضت عن هذا الموضوع. يمكن ناس كتيره من الناس اللي تم تعيينها ناس انا طبعا بحترمهم وبقدرهم بشكل كبير، ليس كلهم ولكن غالبياتهم، يعني انا بحترمهم جدا وبقدرهم جدا، ولو كانوا ترشحوا كنت انتخبتهم، بس انا افضل ان قيادات الائتلاف تيجي بالانتخاب. يعني نواب الرئيس يعني كلهم انا يعني لو كانوا ترشحوا كنت انا اخترتهم، لكن انا كنت افضل ان يجي بالانتخاب، لان طبعا احنا ناس اعضاء منتخبين واحنا قيادات، فالقيادات دي ما ينفعش ان حضرتك تملي عليها دور كبير، زائد ان احنا تعبنا في الائتلاف وبذلنا مجهود كبير جدا في هذا الائتلاف. احنا مش بتكلم كده سعيا الى منصب ولا بحثا عن دور، ما الحمد لله انا عندي
في المجتمع. طب باشمهندس، يعني حضرتك ايه رايك في الناس اللي بتقول انه الائتلاف ده كان اعاده انتاج للحزب الوطني، وناس تانية مفيش الكلام ده؟ لا يعني مفيش الكلام فكره ده. لكن انا ارفض ان حد يجي بالتعيين ولابد ان هو يجي بالانتخاب. ده الوضع الطبيعي. لكن لكن ده مختلف تماما عن الحزب الوطني، لان دول اللي جابهم الشعب المصري 100%. بس هما بعد ما جابهم الشعب المصري، انا مش بتكلم وجهه نظري، بقول لحضرتك وجهه النظر الثانيه، بيقول لك انه بعد ما جابهم الشعب المصري ايا كانت الطريقه، بالاقتراع طبعا، بس هما عايزين يجوا يقولوا كل حاجه. اوكي، يعني في ناس بتقول لك هو البرلمان عشان كده ما جابتش نتيجه، يعني عشان كده للاسف. انا علاء عبد المنعم ده صديقي جدا وانا انتخبته، وطبعا مصطفى بيه طبعا وهدان راجل محترم جدا وخبرتك، وهو فاز. لكن نتيجه لسوء اداره هذا الموضوع هو ما جاش. طب مين بقى مين المسؤول عن سوء الاداره؟ معنى ذلك ايه؟ ان مفيش حد هيملي على حد كلمه. اوعي حضرتك تعتقدي ان في حد هيملي على حد كلمه، كله بالاقتناع. محدش هيملي على حد. الحزب الوطني بقى كان بيتقال كلمه الجميع ينفذها. ليه؟ لان الحزب الوطني هو اللي كان جايب الناس. طيب عشان يا باشمهندس، سؤالي بسيط باشمهندس، انا اسفه معلش والنبي. لا الناس لا. عايزه تسال، بتسال السؤال مين اللي بياخد فرصة. القرارات؟ لا معلش، بصي انا بصي برضو كلمه تانية. قائد الائتلاف ده شخصيه محترمه جدا وراجل وطني ممتاز، اللي هو سامح سيف اليزل ده معلوش غبار. عشان تكوني في الصوره، راجل محترم جدا جدا وراقي، وراجل من ابطال ثوره 30 يونيو، ما حدش يقدر ينكر كده. لكن اللي انا عايز اقول لك عليه، سوء إدارة برضه الائتلاف أو الطريقة التي أديرت بها كده هو اللي خلى قانون الخدمة المدنية يترفض. ليه؟ لأن الإعداد لم يكن جيد، وعرض القانون لم يكن جيد، مش من الائتلاف بس ومن الحكومة كمان. فبالتالي معنى ذلك إن الناس اللي بتقول على حاجات وبتقول لأ على حاجات، دي بتمثل قمة الديمقراطية. مش بقى مش الحزب الوطني ولا اي حزب اخر في العالم ولا اي حزب اخر. طيب مستقبل موجود. بقى الائتلاف من وجهه نظرك يا باشمهندس، هل الائتلاف هيموت ولا هيكمل؟ مستقبل الائتلاف ده يعتمد على القدره الاستيعابيه وطريقه التعامل مع اعضاء الائتلاف وقناعتهم بما يتم اتخاذه من قرارات يعني يعتمد على كيف تدار الخطوات التالية. يعني حضرتك كالمهندس محمد فرج عامر شايف انه في امل بانه هذه الازمة ستمر، ام سنظل في هذا المأزق المستمر؟ انا عايز اقول لك، حكاية ان اقول ان دي ادارة مؤقتة، ده كلام انا ما يعجبنيش. خدت بس ليه بقى؟ اصل المؤقت ده انت بتقولي مؤقت وبعد كده يبقى دائم، فانت بتهدي الموضوع. فكرة ان احنا نقسم الاعضاء عشرات وخمسات وثمانيات مش هتنفع. لان حتى الواحد لوحده، كل واحد في الائتلاف ده ليه راي، محدش هينقاد ابدا. انا مثلا بالنسبه لي الرئيس عبد الفتاح السيسي ده خط احمر، مصلحه مصر دي خط احمر. انا مع التقدم، مع كل هذا الكلام. والائتلاف طبعا انا اكثر المدافعين عن الائتلاف حتى هذه اللحظه، والدليل على ذلك انا التزمت بكل حاجه. لكن انا مش هقدر اكون ملتزم على طول والائتلاف بيتصرف ضاربا عرض الحيط بقياداته اللي تعبت فيه. مش معنى كده البحث عن منصب او البحث عن مركز، لا، بس احنا تعبنا في هذا الائتلاف اكتر من غيرنا، وبنينا هذا الائتلاف وشاركنا في بنائه مشاركه دائمه. ما ينفعش حد يدوس علينا، اللي مش هيتداس علينا بس. شكرا جزيلا. انا خليت الوزير العجاتي بقول لك بقى على صوتي، قلت له قوم، انا واللواء حمدي بخيت، قوم رد على الكلام اللي كان بيتقال يوم مناقشه قانون الخدمه المدنيه. وانا قبلها يعني 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 اخيرا باشمهندس، اخيرا احنا منتظرين اذا ما كانت القيادات التي تقود هذا الائتلاف، هل ستستجيب او هل ستنظر الى وجهه نظر حضرتك ووجهه نظر عدد كبير من اعضاء هذا الائتلاف ام لا؟ احنا منتظرين هذا الرد. لا مش العمليه مش كده، خلي بالك الائتلاف في دمنا، لكن احنا قادرين على التعامل مع هذه الاحداث، وقادرين ان احنا نرجع الائتلاف لوجهه الحقيقي، وقادرين على ان احنا مش هنقبل اللي يمثل الائتلاف الا
الواجهه المقبوله لنا جميعا، واحنا لنا كلام مع الائتلاف ومع غيره. وان كنت بقول لك انا مش معترض على نواب الرئيس، انا معترض على الامين العام بس. المهندس محمد فرج عامر عضو مجلس النواب من ائتلاف دعم مصر، شكرا جزيلا لك. يعني كلام كتير مشاهدينا زي ما احنا سامعين انه من الواضح انه في اختلافات حقيقيه، ولكن برضو في بعض الاعضاء اللي مصرين على وجود هذا الائتلاف وبيحاولوا يشوفوا المشاكل ويتم حلها ازاي. خلونا نروح وناخد اتصال تليفوني تاني من الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب. دكتور عماد مساء الخير. مساء النور يا استاذ سمر. يعني دكتور عماد احنا عارفين موقفك من فترة والتصريحات، اكيد حضرتك شايف داخل البرلمان تصريحات نارية من هذا الائتلاف ومتضاربة. فيعني من شوية كنا سامعين باشمهندس فرج عامر بيقول انه لا يعني احنا الائتلاف في دمنا، بس احنا عندنا اعتراضات او عندنا بعض المآخذ على هذه القيادات التي تقود هذا الائتلاف. حضرتك شايف انه هل ائتلاف دعم مصر سيستمر ام انه سيموت آجلا ام عاجلا؟ طيب يعني خليني اقول لك من الاول انه مشكله ائتلاف دعم مصر انه بني على اساس خاطئ. يعني ما بني على خاطئ فهو خاطئ. بمعنى ايه؟ بمعنى انا واحد من الناس كنت في قائمه في حب مصر، وطرح في وقتها ان القائمه ستكون اكثر من ذلك وستتحول لائتلاف سياسي تحت قبه البرلمان. كان كلام الواضح في ذلك الوقت انه ما ينفعش حب مصر ده ائتلاف انتخابي ينتهي بمجرد اعلان النتائج، وبعد كده ممكن الناس تفتح الطريق لائتلاف سياسي زي اي دوله ديمقراطيه زي اي برلمان في الدنيا. الناس تتكلم مع بعض، والناس القريبه مع بعض تعمل ائتلاف مع بعضها. انا كان احساسي في ذلك الوقت انه كلامي ما كانش مقبول، وانه السكه ماشيه حب مصر هتتعمل دعم الدوله ثم دعم مصر ثم ربما بعد ذلك تبقى حزب سياسي. برضو حتى دي ما عنديش مشكله فيها، لكن المشكله الاساسيه كانت هو انه البحث عن الاستحواذ على الاغلبيه الساحقه اللي هي ربما تتجاوز التلتين. تلتين يعني تعملي بيهم اي حاجه يا استاذ سمر بما فيه غير الدستور. فلما بتيجي تاخدي قماشه عريضه زي ديت مع ملاحظة ان حوالي 60% من النواب من المستقلين، كل نائب مستقل جاي ما وراهوش حزب سياسي حاسس انه ناجح على دراعه، حاسس ان مفيش جهة زورت له، وبالتالي هو مش مطالب بتسديد فواتير لحد. صحيح. عشان كده لما بدأوا يعملوا ائتلاف دعم مصر وعملوا اجتماعات وكذا، لما دخلنا انا رأيي ان ائتلاف دعم مصر يعني تعرض للانهيار في اول يوم في المجلس. ازاي؟ انه الناس صوتت بدون التزام. يعني ما كانش في التزام في التصويت، وكان المحك اللي بالنسبه لي انتهى فيه كلمه دعم مصر كان قانون الخدمه المدنيه، لان لما يطلع اللواء سامح سيف الجزل ويدعو للتصويت بنعم على قانون الخدمه المدنيه ويجي 332 يقولوا لا، يبقى معناه فين 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 ائتلاف دعم مصر. يعني دكتور عماد حضرتك بتتفق مع الناس اللي بتقول بانه هذا الائتلاف جاي يمضي على بياض للحكومه او جاي يمضي على بياض لاي حاجه موجوده، المهم ان احنا واقفين ومتجمعين وخلاص من غير وجود يعني حقيقي او وجهه نظر حقيقيه، حضرتك بتتفق على ده؟ بص يا استاذ سمر خليني اقول لك بشكل واضح انه داخل الائتلاف كان هناك من يريد بناء ائتلاف قوي متماسك مش مهم العدد، وكان هناك تيار آخر بيرى انه البرلمان من غير ائتلاف على وزن الحزب الوطني عددا على الاقل مش هيقدر يتلم. وبالتالي كان في رؤيتين، رؤيه بتقول لازم نرجع صيغه يعني نرجع وجود الحزب الوطني بأي شكل من الأشكال، مش لازم يبقى بالاسم ولا بالأعضاء، لكن الدور والمكانة والمايسترو وزعيم الأغلبية، وإن دوت البلد من غير كده مش هتمشي. أنا رأيي الرؤية دي رؤية ضد التطور وضد الديمقراطية وضد الثورة وضد إرادة الشعب المصري. في رؤية تانية بتقول إن الدستور نص على احزاب او ائتلافات داخل البرلمان، ويمكن ده اللي بنشوف اللائحه دلوقتي بالظبط، وتعريف الائتلاف الى ماذا بالظبط.
أنا أتصور أن الائتلاف هو يا إما ائتلاف من مستقلين أو من أحزاب أو من أحزاب ومستقلين. حقيقي. لو هم كانوا بيشتغلوا على هذا الأساس، وأنا رأيي في داخل البرلمان بحكم رؤيتي لي وبحكم نظرتي في الأسبوعين اللي فاتوا لأعضاء مجلس النواب، مش لو حد عايز يعمل ائتلاف بجد قوي ما يزيدش عن 120-130 بالكتير. يعني اللي عايز يعمل ائتلاف يعني دعم مصر، لو عايز يعمل ائتلاف سياسي مكون من 120-130-150 ممكن، بس مش اكتر من كده. ليه اكتر من كده؟ هيبقى في صراع على المناصب وصراع على المواقع وتباينات كتيرة. طب هو في دلوقتي صراع حضرتك شايفه داخل هذا الائتلاف؟ عشان كده في تصريحات نارية، كل واحد طالع بيقول انا هنسحب، كل واحد طالع بيقول، حتى الاعضاء مش معروفين يعني، او مش رموز اعلامية او بيطلعوا في التلفزيونات، وبرضو عاملين تصريحات عديدة بتقول ما حدش دعينا. حضرتك شايف انه كل الخناقات اللي على الساحة مفروشة دي هتخلي انه في امل انه هذا الائتلاف يستمر او يلملم اوراقه، مع ان حضرتك شايف ان هو اصلا من اول يوم مات؟ لا، انا شايف انه هو مات اكلينيكيا، بس يعني حلاوه الروح مخلينه على الفنتيتور يعني مخلينه على جهاز التنفس الصناعي. يعني لو انا من المسؤولين او احد المسؤولين عن دعم مصر، لازم يبقى عندي الشجاعه ان انا اقول هذا الائتلاف مات. وندفنه ونيجي طبعا ونيجي نشتغل على رؤيه. اصل كله يقول لك ايه دعم الدوله المصريه، مساند برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، هتيجي واحد في البرلمان بيقول لا. ده كلام عام جدا. مفيش بالظبط يعني، كلها حاجات اساسيه متعارف عليها، فمحدش هيقدر يجي يطلع يقول حاجه ضدها. طب زي ما يجي يقول لك انت مع الخضره ولا ضدها؟ فاهم ازاي؟ ففي حاجات اساسيه احنا موافقين عليها، حزبيين ومستقلين موافقين عليها، لكن انت عارفه لما بيبقى في جسم مترهل ما تقدريش السيطرة عليه. لكن أنا شايف أنه أي ائتلاف داخل قبة البرلمان لابد أن يكون متماسكا ولن يزيد عدده عن 100-120. ويقدر، أنت عارفة لو 100-120 يعني دبل أو ضعف الحزب الأول في البرلمان. صحيح. يعني يقدر يشتغل. لكن المشكلة، وأنا بكلمك بمنتهى الأمانة أستاذ سمر، المشكلة أنه لا زالت هناك فكرة لدى القائمين على ائتلاف دعم مصر بأن احنا لازم ناخد التلتين. طب هتجيب التلتين هتقدر تدفع التمن ازاي؟ النهاردة لو في حزب وطني وفي زعيم أغلبية بيشاور لهم يقفوا، بيشاور لهم يقعدوا، ارفعوا ايديهم ونزلوا ايديهم، مش اللي كان بيحصل؟ ده صحيح، موافقون. النهاردة محدش هيقدر يعمل كده. وعلى فكرة يوم ما جه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس وجاب الست، اعلن عن الست لجان اللي هيناقشوا القرارات بقوانين، ايوه، الناس احتجت وقالت له ده احنا حقيقة. مش في تلامذة، احنا مش بناخد تعليمات من حد، احنا ما حدش نجحنا، احنا ما حدش زور لنا، وبالتالي مش هنقبل املاءات من بره بما فيهم دعم مصر. قالوا كده اعضاء في دعم دكتور مصر. عماد، سؤالي الاخير، هل تحليلك ده يقلق الناس اللي قاعده في البيت بانه ممكن ده يؤدي الى ازمه داخل البرلمان، تاثر مثلا على اختيارنا للحكومه، تاثر على حاجه رئيسيه او قانون رئيسي مهم الناس شايفه انه يعني لازم يعدي عشان الدنيا تهدى؟ حضرتك شايف انه تحليلك ده يقلق الناس اللي في البيت ولا اطلاقا؟ ده يطمنهم يطمنهم، لان احنا عندنا جنين للديمقراطيه. جنين الديمقراطيه ده بيقول الناس تتشاور، الاحزاب وكتل المستقلين تتشاور. استاذه سمر، انت من عائله سياسيه وتعرفي يعني ايه ان في كتل في البرلمان، في اليسار، في اقصى اليسار، في الليبراليين، وفي الوفد، وفي المصريين الاحرار، وفي كذا. لازم الناس تتشاور مع بعضها والاحزاب تقوى. فاهم ازاي؟ اللي يقلق الناس في البيت، وخلينا اقولها لك بشكل واضح، نجاح دعم مصر في الاستحواذ على غالبيه التلتين. لان لو غالبيه يعني هم من الاخر كده يا دكتور عماد، يعني طب هم عملوا ليه الائتلاف ده من اول لحظه بالعدد ده؟ عشان يقولوا ايه يعني؟ لا، مش عشان يقولوا حاجه. عشان لما يحتاج تمرير قوانين
باغلبيه التلتين، يبقى عنده التلتين ما يلجاش لحد. يعني ده ائتلاف سوري مثلا بيجتمع وقت ما هو عايز؟ سوري هو 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 مجمع مجموعات من الاعضاء وبيعد. لكن ايه المشترك بين الاعضاء دول مش مهم. لانه شغال على الطريقه القديمه بتاعت احنا الدوله. احنا اللي هنبقى يعني بنتكلم مع الحكومه واحنا اللي هنعمل كذا، لكن انا بقول لك انه ده فكر قديم. المجتمع اتغير والنواب اتغيروا. صحيح. حتى النواب اللي كانوا موجودين قبل كده اتغيروا، يعني بمعنى محدش يقدر يلزمهم بحاجه. بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه بالعكس انا متفائل جدا، وانا مش ضد حب دعم مصر، بالعكس ده انا بنصحهم نصيحه مخلصه انه اعملوا ائتلاف من ناس ملتزمه باهدافكم ومبادئكم، وحددوا برنامج من 100 ل 120 شخص، يجي تاني احزاب تعمل ائتلاف 100 120، ومستقلين يعملوا ائتلاف 60 70، يبقى عندك كده الثلاثه دول لما يقعدوا مع بعض يمرروا الحكومه ويمرروا القوانين ويعملوا كل حاجه. لكن الناس عايشه على قديمه ليه يا استاذ سمر؟ لو سمحتي لي بجمله واحده. اتفضل. لانه الحزب الوطني كان محتاج اغلبيه التلتين عشان يورث جمال مبارك، يغيروا الماده 76 و77. صحيح. عشان يعملوا تعديلات. فمونس مر يعني في اللحظه اللي بيمر فيها التعديل في مجلس الشعب في الوقت اللي فات، انت عارفه موضوع الاستفتاء في الشارع، كانت الحكومه لطيفه جدا، كانت بتخلي الناس تقعد في البيوت وهي تصوت نيابه عنها. فما ازاي؟ فما كانش يهتم بمساله الاستفتاء على التعديلات الدستوريه في الشارع. لا دلوقتي في اهتمام يعني ممكن البرلمان ده او غيره يحاول يعدل الماده في الدستور ويكون الشعب مش عايزها هيرفضها، ما حدش يقدر يزور. فبالتالي الحمد لله لازم الفكر يتغير. كلمتي الاخيره، لازم الفكر يتغير. انا مع ائتلاف دعم مصر وائتلاف الاحزاب وائتلاف مستقلين، بس التواضع ومن تواضع لله رفعه، تواضع جميل ان كل واحد يدور على بين 100 ل 120. طب دكتور عماد بقى، مادام اخر سؤال بقى، مادام حضرتك بتتكلم على ائتلافات صغيره، ما بتحاولش حضرتك ومجموعه تعملوا ائتلاف تحت قبه البرلمان من 100 ل 120 بعيدا عن هذا الائتلاف دعم مصر؟ بدون ما اقول لك اي اسرار. احنا ما اشتغلناش. ليه يا دكتور عماد؟ احنا عايزين اسرار. لا انا بقول لك لسه ما اشتغلناش في المجلس. تمام. يعني بمعنى ايه؟ احنا قعدنا حلفنا اليمين ومررنا القوانين، ماشي. لسه البرلمان هيشتغل من يوم الاحد بعد الجاي. تمام. لكن الحركه مستمره ودؤوبه، في احزاب بتعمل ائتلافات، وفي مستقلين بيعملوا ائتلافات، وفي دعم مصر بيعمل ائتلاف. مشكله دعم مصر انه بيدور على ائتلاف في 400 ومش هينجح. تمام. الاحزاب الثانيه بتعمل ائتلافات ما بين 100 ل 120. انا اتمنى لمصلحه البلد ان يبقى عندنا ثلاث اربع ائتلافات، كل واحد ما بين 100 ل 120، الاربعه دول يتفقوا يديروا البرلمان بشكل حقيقي وياخدوا البلد لقدام. دكتور عماد جاد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. يعني نصايح كتيره دكتور عماد قالها، وقبليها المهندس محمد فرج عامل برضو قالها، تقريبا في حاجتين كده مشتركتين، انه في قيادات في هذا الائتلاف واضح ان هم مش سامعين او مش شايفين وجهه النظر الثانيه. دكتور عماد بيقترح انه من الصحي وجود اكثر من ائتلاف مكون من 100 ل 120، وانه في الاخر احنا كشعب وناس قاعده في البيت مفيش اي حاجه تقلقنا، كل الاختلافات دي في صالحنا. طيب خلينا نروح بقى لحاجه ثانيه برضو جوه البرلمان، وهي اللائحه. اكيد سامعين مؤخرا بانه في كلام كتير على وجود اللائحه الداخليه التي ستنظم عمل مجلس النواب. يعني الامانه العامه لمجلس النواب اختارت اعضاء المجلس بانه في تطورات جدت على اعمال لجنه اعداد اللائحه الداخليه للمجلس. كان عندنا 19 لجنه، دلوقتي المقترح انه هيكون عندنا 26 لجنه نوعيه. كمان قالوا بانه اللجان المستحدثه كانت لجان، في لجان كده مشاهدينا كان ايه، مثلا لجنه اتصالات وتكنولوجيا، لجنه شكاوى وفساد، فقسموا هذه اللجان وفنطوها عشان يكون في عمل بشكل واضح ومحدد لهذه اللجان. في كمان عدد كبير من اللجان اللي استحدثناها زي الشؤون الافريقيه، لجنه الاتصالات، عندنا لجنه التعليم العالي، عندنا لجنة المشروعات الصغيرة، عندنا لجنة البحث العلمي. وهقول لكم بعد شوية انه في بعض اللجان تم رفضها، زي مثلا لجان متعلقة ببعض المناطق زي سيناء.
كمان على مدار 15 ساعة يعني لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب ناقشوا حوالي 100 مادة من أصل 413 مادة. يعني كان في عدد من المواد وفي كمان مواد تانية أرجئت عشان في خناقات وخلافات، وكان في عدد من النقاط اللي كانت أثارت بعض المشاكل. كان على رأس هذه النقاط إنه هل من حق الأحزاب إن هي أو المنضمة للائتلافات إن هي تكون داخل الهيئة البرلمانية وتمثل في اللجنة العامة، وده عمل مشاكل كبيرة قوي، وقال لك طب خلاص سنرجئ النقاش في هذه النقاط. في كمان نقطة تانية متعلقة بحق رؤساء اللجان في مخاطبة السلطة بشكل عام ما عدا رئيس الجمهورية وبعض الجهات السيادية اللي نص عليها الدستور زي وزارة الداخلية وزارة الدفاع مثلا. يعني في كمان عدد من الخناقات متعلقة بعلنية اللجان، يعني هل اللجان النوعية دي من حقنا ان احنا كمشاهدين وكناس قاعدة في البيت ان هي تعرف ايه اللي حصل فيها او لا؟ وفقا للجنة للائحة القديمة لا، مش من حقنا نعرف ايه اللي بيحصل فيها الا لو رئيس هذه اللجنة سمح للصحفيين بانه يعرفوا ايه اللي حصل فيها. تقريبا جال الرفض بإجمالي 12 مقابل 10 موافقين على علنية اللجان. كمان في نقاط متعلقة بتوسيع عضوية هيئة مكتب المجلس يبقوا 7 بدل 3. يعني هنروح الأول نشوف تقرير سريع بخصوص اللائحة الجديدة وإيه اللي هيحصل فيها وإيه اللي احنا متوقعينه. وعايزة أقول لكم أنه اللجنة المسؤولة على وضع هذه اللائحة هي برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وأكيد مشاهدينا شفتوه، هو النائب الذي ترأس أول لجنة أول جلسة إجرائية لمجلس النواب، وهو أيضا يعني من المفترض أنه هو جزء من لجنة التشريع. فهنشوف ايه اللي هيحصل. لسه قدامنا لحد تقريبا يوم 6 او يوم 7 فبراير عشان ينتهوا من هذه اللائحة الداخلية اللي هتستمر فصل تشريعي كامل يعني 5 سنين، وبعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل بعدين، هيتم تغيير حاجات فيها او لا. هنطلع نشوف التقرير واكمل معاكم مناقشتنا في اللائحة الداخلية. لم تكن مناقشة القوانين التي صدرت في غياب البرلمان الإشكالية الوحيدة التي تواجه مجلس النواب الحالي، بل جاءت اللائحة الداخلية لتكشف عن أبرز هذه الإشكاليات، لا سيما وأنها تتعارض مع الدستور الحالي. فقد بات واضحا وجود أزمة دستورية نتيجة لتعارض مدة رئاسة المجلس في اللائحة القديمة والتي حددتها لمدة سنة واحدة مع الدستور الحالي والذي وضعها ب5 سنوات. وتعد لوائح البرلمانات امتدادا للإطار الدستوري والقواعد الحاكمة لعمل النظام السياسي، وبالتالي فهي تؤثر في كيفية أدائه لأعماله والقيام بوظائفه التشريعية والرقابية. تاريخيا شهد البرلمان المصري 14 لائحة، بدءا من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عام 1924 وانتهاءا باللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة عام 1979 والتي لا يزال العمل بها قائما حتى الآن. ووفقا للمادة 218 من دستور 2014 فإنه يجب على مجلس النواب وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته والمحافظة على النظام داخله. وبالفعل تم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة يرأسها المستشار بهاء أبو شقة عضو المجلس، وتضم في عضويتها الرئيس والوكيلين وأربعة من الأعضاء الذين تم انتخابهم. وتتكفل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان ببحث كافة المقترحات المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية حول مشروع اللائحة، ثم يتم رفع المشروع إلى مجلس الدولة لإقراره. وبعد اجتماعات مكثفة لأعضاء اللجنة وممثلي القوى السياسية داخل البرلمان، وافقت على زيادة عدد لجان البرلمان إلى 26 لجنة بعد إضافة 7 لجان جديدة،
كما اقترح بعض أعضاء المجلس توسيع هيئة مكتب البرلمان وانتخابها بالكامل، بالإضافة إلى إعطاء رؤساء اللجان حق مخاطبة السلطة التنفيذية وتشكيل لجنة خاصة لكل وزارة لزيادة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبحسب تصريحات أعضاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية، فمن المتوقع الانتهاء من مشروع اللائحة بنهاية الأسبوع القادم لتظهر لائحة جديدة تلغي سابقتها التي وضعت عام 1979. مقترحات مختلفة تقدم بها أعضاء مجلس النواب، منها ما تم قبوله، ومقترحات أخرى رفضت، ومناقشات مستمرة بين ممثلي الأحزاب والقوى السياسية لإعداد لائحة جديدة تناسب برلمان ثورة 30 من يونيو. فهل يتوافق المجلس على لائحة داخلية تسهل مهامه الفترة القادمة، أم يكون للخلافات الحزبية رأي آخر؟ رجعنا لكم مرة تانية. بشكر الزميل العزيز وائل الغول والجميلة سارة رفعت على هذا التقرير. يعني زي ما سمعنا مشاهدينا، 7 لجان جديدة انضمت لل 19 اللي كانوا أصلا عندنا، بقى عندنا 26 لجنة. اللائحة فيها مشاكل كتيرة زي ما سمعنا، يعني مش عايزين نقول مشاكل، خلينا نقول اختلافات عشان ما نقزمش الموضوع علينا في بداية الفصل التشريعي، ما كملناش لسه شهر. بس خلونا ناخد هاتفيا النائبة نعمة قمر عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب عشان تقولنا أكتر على تفاصيل اللائحة الجديدة. سيدة نعمة قمر، مساء الخير. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي معانا على تان تي في. يعني أستاذة عايزين نسألك كلام كتير، 7 لجان ولايحة و413 مادة و100 خلصوا وخناقة، عايزين الناس عايزة تعرف ايه اللي بيحصل جوه يعني لجنة اعداد هذه اللائحة اللي مفروض هيستمر عليها البرلمان لمدة 5 سنين. اللائحة الحمد لله فيها ناس افاضل جدا وناس نواب محترمين وناس استشاريين، وبعدين الحمد لله احنا قمنا مش بناخد اي حاجة سلق بيض، انما احنا اللائحة دي تتناسب مع الدستور الجديد، وعملنا استحداث بعض اللجان، لأن كانت اللجان اللي قبل كده 19 لجنة فإحنا خليناهم 26 لجنة. تمام. يعني طيب، لجنة الشؤون الأفريقية تساعد على سد عشان سد النهضة وعلاقتنا ترجع تاني زي الأول. قمنا بلجنة مكافحة الفساد على أساس تقوم باختصاصاتها اختصاصات سليمة للقضاء على الفساد. قمنا برضو بتقسيم بالنسبة للتربية والتعليم والبحث العلمي، خلينا في لجنة للتربية والتعليم لوحدها خاصة، وقمنا باللجنة الثانية التعليم العالي والبحث العلمي. وبالنسبة للجنة الأوقاف والشؤون الدينية، خلينا لجنة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة لوحدها، وعملنا لجنة ثانية بالنسبة للنظام الاجتماعي والأسرة، وبخلاف ذلك الشباب كان لوحده والرياضة كانت لوحدها، جمعنا الرياضة والشباب مع بعض. ولقينا برضو قمنا بالصحة والبيئة، خلينا برضو الإدارة المحلية معاها البيئة، لأن البيئة برضو مهمة جدا. يعني وفقا لمعلوماتنا والتسريبات الموجودة النائبة نعمت، يعني انه تقسيمة اللجان ما كانتش هي المشكلة، بس كان عندنا مشكلة كبيرة وتسربت للإعلام حول منح الائتلافات الحق في تشكيل هيئة برلمانية وان هي تكون ممثلة في اللجنة العامة. وبعد كده سمعنا بانه المستشار بهاء الدين أبو شوقة قال طب هنرجي النقاش في هذه النقطة. ايه الاختلاف اللي حصل حول هذه النقطة بخصوص مشاركة الائتلافات، وهل اصلا تم تعريف الائتلاف في اللائحة الجديدة او لا؟ لا لسه. لسه هنعملها على يوم 6 ان شاء الله. في بعض المادة كمان اجلناها مادة 7 برضو، بحيث ان احنا وبالنسبة لهيئة المكتب برضو، رغم ان ادينا قرار بس مش قرار نهائي، في ناس طالبة ان الرئيس يبقى له نائب واحنا رافضين ان الرئيس يبقى له نائب، فاي حاجه تم فيها اختلاف قلنا ناخرها عشان نلحق نخلص بقيه المواد حضرتك.
طيب، وماذا عن علنية اللجان؟ في ناس كانت يعني احنا سمعنا ان حصل تصويت 12-10 مش موافقين على علنية اللجان النوعية، هل الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح، المجلس كله مقرر ان احنا ما فيش علنية للجان الا بعد الانتهاء، لان اللجان دي مش نهائية. لان في لسه ورانا هتدخل على المجلس هو اللي يدي قراره، برضه تلتين الاعضاء ممكن يغلبوا التلت برضه ويدي قرارهم. وبعدين لسه هتروح الاقتراحات، لجنة الاقتراحات، والصياغة لابد تكون صياغة سليمة علشان ننتهي من اللائحة وتكون تناسب مع الدستور. طب يعني هو فعلا من المتوقع انه تنتهي من هذه اللائحة الاسبوع مش اللي جاي اللي بعده بإذن الله؟ لا مش هنطول عن كده، مش هنطول، يوم 6 نكون مخلصين. لان 7 فبراير يعني ولا 6 ولا بعد كده؟ 6 فبراير يا حبيبتي نكون مخلصين اللجنه ان شاء الله، اللائحه ان شاء الله، وبعد كده تعرضوها لسه على المجلس والمجلس بشكل عام يصوت عليها. يصوت عليها، وبعد التصويت تروح لجنه الايه؟ الصياغ. الصياغ. وبعد كده تبعث لرئيس الجمهوريه حتى يقرها. يقرها، كلامك سليم جدا جدا. طيب، وانتم مسيطرين على الخناقات ومش هنسمع اي خناقات تانية، ولا هنسمع ناس بتقول انه في استحواذ، ولا في ناس عايزة تمشي رأيها، ولا الكلام ده خالص؟ احنا ما عندناش خناقات، الناس كلها نزلت عن ونجحت عن طريق دايرتها. فكل واحد عاوز يعمل قد ما اقصى من اليمين عايز يمثل دايرته صح، فمش عملية خناقة، عملية كل واحد متشبث برأيه ومتشبث برأي الدائرة بتاعه، لا أكتر ولا أقل، هو بيراعي ضميره. بسطت لنا الصورة، يعني بشكرك شكر جزيل. النائبة نعمة قمر، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب. يعني هنخرج فاصل بقى قصير، نرتاح شوية من كل الأسئلة اللي أنا عمالة أسألها على الخناقات والانقسامات، ونكمل بعد الفاصل ونستمر في مناقشة أهم ما حدث هذا الأسبوع والمتوقع في الأسابيع القادمة في مجلس النواب المصري. تابعوني، مستمرين معاكم بعد الفاصل. مشاهدينا، عدنا مرة تانية ليكم من استوديو النواب، وكنا بنتكلم قبل الفاصل على بعض القضايا اللي جت في الأسبوع ده يعني في جميع الصحف، والحمد لله، والتصريحات المستمرة من النواب حول عمل اللجان، أو عفوا حول عمل اللجنة التي تضع اللائحة التنظيمية لمجلس النواب. القضية اللي اتكلم فيها مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي كانت مسألة العلنية، مسألة علنية الجلسات العامة، وهي وفقا للنص الدستوري في مادته 120. بس في بعض الناس، وأظن أكيد أنتوا سمعتوا الكلام ده من أول يوم في الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب وانعقاده، كان في ناس بتقول الله، لا احنا مش عايزين نشوف المشاكل والهرجلة والدربكة اللي حاصلة جوه المجلس. طبعا في ناس طلعت قالت ده طبيعي، عندنا ما يقرب من 600 عضو داخل او تحت قبة البرلمان. فالناس قالت لا احنا عايزين نخلي هذه اللجان غير علنية، وفي المقابل الناس قالت لا احنا عايزين نستمر في علنية المجلس. حصل مقترح من النائب خالد حنفي بشأن علنية اللجان النوعية كمان، مش بس بقى الجلسات العامة أو الجلسات الرئيسية للمجلس النواب اللي احنا بنشوفها كل يوم، لا يعني كل لجنة نوعية وفقا للدستور هي، أو وفقا للائحة الداخلية هي مش علنية. فاحنا نقعد بقى ونتفرج لجنة الشؤون الأفريقية بيتكلموا في إيه، لجنة التعليم بتقول ايه، لجنة الصحة بتقول ايه، وكمان ممكن الناس تدخل من الصحفيين الزملاء ويحضروا هذه الجلسات. فيعني في جدل دائر ومستمر. في ناس بتقول انه لا يجوز حضور هذه الجلسات النوعية او عفوا للجان النوعية الا بالاعضاء، اعضاء هذه الجلسات. في ناس بتقول في لجان يعني حساسة فما ينفعش ان انا اجي وازح على الهواء، او ان هي تكون علنية لو حاجة متعلقة مثلا بالامن القومي او ببعض يعني التشريعات المختصة بجهات
الى حد ما حساسة، بنتكلم في فلوس، بنتكلم في وضع ميزانيات، كل دي حاجات مش لازم ان هي تكون على العلن. في ناس بتقول كمان انه هذا الجدل هيفضل مستمر ومش هيتحسم الا في الاخر خالص بالتصويت في الجلسة العامة من ال 596 نائب، عشان نشوف هنوصل لفين. والله يعني احنا هنشوف ايه اللي هيحصل في الاخر. العلنية في ناس مستفيدة منها، على الاقل احنا بنشوف ايه اللي بيحصل على الهواء، وعدم العلنية هيحصل حاجات من تحت لتحت. بس برضو في الاخر انا ماليش رأي في الاخر، ده رأي النواب المحترمين في المجلس. طيب نروح لحاجة تانية، وقانون الخدمة المدنية. قانون الخدمة المدنية أو هو القانون المختص به يعني الناس اللي بتشتغل في القطاع العام، حصل أنه الأسبوع اللي فات المجلس، مجلس النواب، رفض هذا القانون. أنتوا عارفين مشاهدينا أنه في بعض القرارات بقوانين تم إقرارها قبل وجود برلمان أو قبل انعقاد هذا البرلمان، بعد ما تم إقرار الدستور بعد ثورة 30 من يونيو. وهذه القرارات بقوانين يجب على المجلس مراجعتها في أول 15 يوم من انعقاده، وإذا ما رفض المجلس أو لم يوافق على هذه القرارات بقوانين يسقط القانون. خليني أقول لكم النص، المادة 156 من الدستور المصري اللي بيتكلم على الموضوع ده، فبيقول إنه إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها. الجزئية دي لأنه التصريح النهاردة من المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب قال أنه مرتبات شهر فبراير القادم سيتم صرفها بناء على ما أقره قانون الخدمة المدنية اللي رفضه مجلس النواب، وأن ده معناه أنه في عدة إجراءات ستؤخر إلغاء العمل بالقانون. وقال إن الحكومة قبل ما هتعرض برنامجها على البرلمان هتقدم التعديلات والمقترحات على القانون ده، وتبين أسباب الاعتراض أو يعني تحاول تصلح أسباب الاعتراض اللي أبداها المجلس بخصوص هذا القانون، وإنه الحكومة هتكون جاهزة بمشروع قانون جديد بعد أسبوع واحد بس من اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسباب رفض البرلمان القانون. وقال إنه ما فيش تعارض ما بين قانون الخدمة المدنية وبرنامج الحكومة المصرية. طيب في كلام كتير حول إنه كده كده البرلمان أسقط قانون، معناتها إنه خلاص القانون ده غير عامل بيه. طب انتوا إزاي هتدوا الناس فلوس لحد فبراير الجاي؟ خلينا نكلم الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري. يعني دكتور مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. يعني دكتور نور، عايزين نفهم بالظبط دلوقتي، مفروض ان مجلس النواب، وانا لسه قارية نص المادة 156 من الدستور، رفض هذا القانون، فوفقا للدستور والحته اللي انا قريتها انه هو كده غير مع يعني غير فاعل، يعني ما فيش اي حاجه تمشي، معناتها انه وهو كمان زال باثر الرجعي. طب ايه اللي حصل انه احنا كده لم يصدروا قرار جديد بانه الاثر الرجعي ده هم عايزين يستمر لحد فبراير؟ احنا واقفين فين كده؟ يعني في كده مشكله؟ يعني لعل حضرتك تعلمي ان كان في محاولات للضغط على المجلس بإقرار هذا القانون، وبالمناسبة هذا هو القانون الوحيد الذي اعترض عليه المجلس، في حين أن كافة القوانين اللي تبلغ حوالي 350 قانون تم إقرارها تقريبا دون مناقشة، مما يعرضها لأثار الانعدام في المستقبل وسنرى. إنما هذه ليست قضيتنا، إنما جرت محاولة للضغط على المجلس لما السيد المستشار الجليل وزير الشؤون القانونية والسيد رئيس المجلس قالوا للأعضاء وإن ده هيترتب على عدم الإقرار عدم صرف الرواتب الموظفين، وده كلام ثبت على لسان وزير الشؤون القانونية إن هو غير دقيق. نقرأ سويا السطرين الأخيرين من المادة. أقولها زالة؟ لا، أنا قدام المادة. يلا. دون حاجة إلى إصدار. إذا عرضت القوانين ولم يقرها المجلس، وده اللي حصل، تمام، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون. يبقى قانون الخدمة المدنية زال بأثر رجعي منذ
أن صدر. تمام. يعني من يوم ما اتنشر في الجريدة الرسمية. كما لو أن هذا القانون لم يصدر من الأصل. أوكي. دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. يعني دون حتى الرجوع إلى المحكمة الدستورية العليا. أوكي. يعني ما فيش قدامنا قانون. إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفسها في الفترة السابقة. وأنا المعلومات المتوفرة عندي إن مجلس النواب عندما رفض إقرار القانون وافق على اعتماد نفاذه في الفترة السابقة على رفض القانون. معنى هذا إن ما تم صرفه من أموال الموظفين وفقا للقانون في الفترة السابقة يعتبر صحيحا. اللي جاي بقى ايه؟ او تسوية ما ترتب عليها من اثار. هل اتخذ المجلس قرارا بتسوية ما ترتب عليه من اثار وقال ليستمر نفاذ القانون بحين صدور قانون جديد ام لا؟ ليست لدي معلومات. طب دكتور في هذا المستشار دكتور محمد نور فرحات لو سمحت، هو أما المجلس يصدر قرار بذلك يعني ده يبقى موجود بس في المضبطة، ولا القرار معناها هنا أنه هو يصدر قانون أو يقر قانون بيقول فيه أنه البديلين موجودين؟ أنه هو يثبت المضبطة أن يعمل بالقانون حتى يصدر قانون آخر أو حتى يتم وضع قانون آخر. أيوة. هذا بديل. أو يعمل بجدول المرتبات الوارد في القانون حتى يتم وضع قانون آخر. أيوة. هذا بديل. البديل الثاني أن تسرع الحكومة إلى تلافي العيوب التي وجهها النواب إلى القانون. والعيوب دي على فكرة ليست جديدة، يعني تم إبداعها في الصحف، والدكتور زياد بهاء الدين كتب أكثر من مرة مقالات حول عيوب القانون، وأبرز عيوب هذا القانون أن في كثير من مواده بيحيد إلى اللائحة التنفيذية، مما يترتب عليه أن تصبح السلطة التنفيذية هي السلطة التشريعية الحقيقية بالنسبة للموظفين. طب يعني دكتور محمد نور فرحات، الكلام اللي حضرتك بتقوله إنه الناس أصلا أو فقهاء دستوريين اتكلموا في مشاكل القانون قبل مناقشته بتثير بعض التساؤلات. طب هم ليه بيقدموا قوانين واضح وصريح فيها على الأقل للفقهاء بأن هي فيها مشكلة، وبعد كده تواجه أن هي تسقط وندخل في مرحلة طب هنكمل لفبراير ولا مش هنكمل لفبراير والمشاكل اللي احنا فيها دي؟ يعني عندك كل حق طبعا، يعني احنا كرجال قانون لم نقصر في تقديم المشورة والنصيحة بالنسبة لكل القوانين التي صدرت وحتى بالنسبة لمواد الدستور، إنما هو جرى العمل زي ما أنا قلت في أحد الاجتماعات مع رئيس الوزراء السابق أن الحكومة تستمع ولا تنصت وإن أنصتت لا تفعل. يعني نوع من نشوفية الدماغ من السلطة التنفيذية، وهذه لن تفيد شيئا لأننا كلنا في قارب واحد وسنتحمل ما يصيب هذا القارب من ثقوب. إنما خلينا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. أيوة. المعلومات المتوفرة إن الحكومة بتعد قانون يتفادى العيوب التي تحدث عنها النواب، وسيتم التقدم به إلى مجلس النواب قريبا. وهذا القانون بالمناسبة به كثير من الإيجابيات حقيقي. إنما العجلة وعدم الاستماع إلى الآخرين بيؤدي إلى مثل هذه النتائج. طيب الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري شكرا جزيلا لك. خلينا برضو لسه مستمرين في نفس الموضوع، يعني دكتور محمد نور فرحات بيقول انه في ايجابيات برضو في الاخر في القانون بس في ناس مش عايزه تسمع. خلينا اشوف راي الدكتور محمد صلاح باديع، هو عضو مجلس النواب وايضا استاذ القانون الدستوري. يعني سياده النائب
حضرتك شايف ازاي اللي قاله دكتور محمد نور فرحات حول انه في ايجابيات صحيح بس في مشاكل تم مناقشتها على علن قبل كده بخصوص هذا القانون وما فيش حد بيسمع؟ السلام عليكم، اهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا دكتور نور داوسي، وطبعا انا بشارك الرأي في انه القرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية كان فيه بعض المزايا، ولكن الحقيقة العيوب والمآخذ اللي كانت عليه كانت اكتر من المزايا اللي بضطرنا ان احنا نرفضه، لانه الحقيقة يعني اذا قلنا مثلا هو بيستحدث مبدأ انه التعيين في الوظائف العامة على اساس الكفاءة والجدارة، وبالتالي بيقفل باب الواسطة والمحسوبية اللي احنا علينا منها الفترة الماضية، لانه الحقيقة برضو في نفس الوقت اغفل حق الاوائل اللي احنا بنقول دايما الاوائل على الدفعات دول هم يعني الرصيد بتاع المجتمع. فلما نيجي نغفل حق الاوائل على الكليات الجامعه في ان هم يعينوا، وبعدين هنضطر ندخلهم في مسابقه مع الطلبه الاخرين حتى لو واخدين تقديرات اقل منهم، فاحنا كده بننكر حق الطالب المتفوق. لما نيجي نحرم الحاصلين على الماجستير او الدكتوراه من حق في ان هم يعينوا، فاحنا بنغفل حق التفوق. لما نيجي نقول الموظفين اللي بيحصلوا على مؤهل اعلى اثناء الخدمه ليس لهم الحق في ان هم يسووا حالتهم الوظيفيه ولكن بيمنحوا علاوه التميز، فهذا ما بلا شك بيغفل حق المتفوقين وحق الموظف في انه يحسن من وضعه الوظيفي. لما نيجي نقول برضه من بعض المزايا الموجوده في القانون ان هو استحدث فكره التدريب، وانه بكل وحده اداريه لابد يكون فيها اداره للموارد البشريه بتضع نوع من التدريب للموظفين بقصد انه يحسن من وضعه الوظيفي، فدي برضو من المستحدثات الجيدة في القانون. طب ايه بقى الحاجات الوحشة بقى اللي كان عليها اختلاف ومفروض يعني او من المتوقع انه اللي هتقدمه او مشروع القانون المفروض منتظر الحكومة تقدمه للبرلمان يعني تتلافى هذه النقاط اللي اسقطت القانون داخل او تحت قبة البرلمان؟ الحقيقة في اكثر من حوالي 12 15 على هذا القرار بالقانون، وبالتالي احنا منتظرين ان الحكومة تعيد الكرة مرة اخرى خلال الشهور القادمة وتقدم مشروع قانون يتلافى العيوب اللي احنا واخرين غيرنا يعني اخذوه على هذا القرار بقانون، لان الحقيقه الموظف العام هو الاساس في الاصلاح الاداري. ما ينفعش انا افرض عليه نظام تاديبي ونظام في الترقيه يغفل حقوقه الماليه. يعني انا بقول حضرتك اوفر الاول الموظف في الحياه الكريمه، اوفر له حد ادنى من الحياه الكريمه يتفق مع طموحاته في الحياه الكريمه، وبعد ذلك اخضعه بقى للنظام اللي هو يتفق مع اصلاح الوضع الاداري. لكن ما ينفعش ان احنا نغفل الموظف في الحياه الكريمه ونغفل حقه في انه يترقى بشكل يوفر له الاشباع النفسي في تطلعاته الى حياه افضل، ونضع نظام تاديبي بيرفض او بيمنع محو الجزاء، وبالتالي بيعتبر اي جزاء مهما كان بسيطا سيف على رقبه الموظف بيستمر معه لحين انتهى خدمته. ده لا شك ما بيوفرش الامان النفسي او ما بيوفرش الضمانات اللي احنا بنتمناها للموظف. دكتور محمد، هرجع تاني بقى لفكره، هل تم ضبط او في المضبطه انه يعني تحت قبه البرلمان انه هذا القانون يعني سيتم اعتماد نفاذ الاثار الرجعيه لهذا القانون وتسويه ما ترتب عليه من اثار وفقا للدستور بما ان القانون اصلا سقط، هل ده تم ضبطه ده تحت قبه البرلمان؟ ولا في مشكلة يعني نسيتوا مثلا تكتبوها عاصفة؟ لان احنا حصل تصويت على ثلاث امور. الامر الاول كان تصويت على الموافقة على القرار بالقانون مع اتاحة الفرصة للحكومة بان تضع تعديلات عليه، وده الحقيقة ما حصلش الا على موافقة 43%، لكن 57% رفضوا هذا الحل، لان الوزير الشؤون القانونية لم يلتزم امامنا بمدة محددة سوف يتم فيها تعديل هذه المواد اللي احنا عليها مآخذ. هو مش مفروض الى التصويت الثاني وهو التصويت على الموافقه او الرفض، فخد رفض للقرار بنسبه اكثر من الثلثين، يعني 332 رفضوا القرار مقابل 150 وافقوا عليه. فانتقلنا للتصويت الثالث اللي هو رفض القرار مع اعتماد نفاذه في الفتره الماضيه، وده النهائي اللي هو مقرر. يعني هو ده اللي انتوا صوتتوا عليه بالفعل، يعني تحت قبة البرلمان بالفعل تم التصويت على انه الاثار الرجعية. ده التصويت الاخير والنهائي اللي اعتمد في المضبطة، وبالتالي احنا في انتظار ابلاغ الرئيس الجمهورية باسباب الرفض، وبالتالي ينشر رفض هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويمكن ده اللي مخلي الحكومة بتتأخر في انها تنشر هذا القرار او هذه الاسباب
في الجريده الرسميه حتى اتاحت فرصه للحكومه انها تصرف مرتبات الموظفين عن شهر يناير وعن شهر فبراير. طيب يعني دكتور محمد صلاح بديع عضو مجلس النواب واستاذ القانون الدستوري شكرا جزيلا ليك. يعني احنا كده ماشيين سليم للناس اللي شغالين في الحكومه، يعني فبراير ويناير محدش هياخد الفلوس الحمد لله، وهتاخدوا الفلوس وفقا للقانون اللي قبل كده لحد ما نشوف ان شاء الله الحكومه تنجز بسرعه وتخلص وتقدم القانون الجديد او تنشر رفض القانون في الجريده الرسميه، ويا رب القانون اللي جاي ما يكونش فيه مشاكل عشان يعدي والدنيا تبقى بسيطة، لأنه واضح من الكلام مش مني من الفقهاء الدستوريين إن المشاكل بتاعت القانون ده بالذات معروفة لدى الجميع، والإيجابيات برضو بتاعت القانون ده معروفة لدى الجميع، فممكن نخلص الموضوع ده بسرعة بدل ما يجي على رأس الناس اللي مستنيين. طيب عندنا خبر تاني بخصوص رئيس مجلس النواب اللي عقد اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف الممثلة بمحررين داخل البرلمان لوضع آليات تتيح لهم أداء عملهم بحرية داخل المجلس. قال الأديب والكاتب الصحفي يوسف القعيد عضو مجلس النواب المعين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إن في 18 صحفي و28 إعلامي تحت قبة البرلمان، وقال إن هم بيدعموا مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام. قال كمان في تصريحات خاصة إنه التشريعات الصحفية والإعلامية لم تصل للبرلمان حتى الآن، وإن البرلمان في أجازة حتى 7 فبراير. وقال أيضا إنه المجلس دلوقتي بيعمل اللائحة الداخلية عشان نعمل بيها، وإنه في الآخر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مش هيصدر أي تشريع إلا بحضور الصحفيين. خلينا نروح عبر الهاتف للكاتب والمفكر الكبير يوسف القعيد عضو مجلس النواب. مساء الخير يا فندم. أنا مساء الخير. فكرة أن القوانين المنظمة للإعلام ومنظمة للصحافة برضو بتثير الكثير من التساؤلات والنقاش داخل المجتمع، لأن احنا برضو محتاجين أكيد حضرتك عارف محتاجين حد يقولنا نمشي. نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش التقى منذ أيام برئيس مجلس النواب في مقر مجلس النواب وكان لقاء ودي، وكان عندهم تخوفات بالنسبة لقانون الإعلام الموحد، والدكتور علي أبعال قال لهم كلام لا يحتمل اللبس ولا الغموض ولا التفسير. قال لهم أنه لن يقر أي تشريع يخص الإعلام دون وجودهم ودون رأيهم ودون الاستماع إليهم كاملا، وبيستمع لثلاث جهات: نقابة الصحفيين، نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، غرفة صناعة الإعلام القائمة والبرأسة المهندس محمد الأمين. اليوم حصل تطور مهم أنه في نقابة الصحفيين تم عمل لقاء بين هذه الهيئات الثلاث اللي أنا تكلمت عنها مع مستشار القانوني للمستشار أحمد الزند وزير العدل، لأن أحمد الزند وزير العدل تكلم منذ يومين في حوار مع جريدة الأهرام، وبالأمس تحدث مع إحدى الفضائيات وتكلم حوالين أن لديهم مشروع قانون لمجلس الإعلام الموحد لنقابة الصحفيين لغرفة صناعة الإعلام، وانه سيتم التقدم بهذا القانون لمجلس الوزراء لاقراره ثم يرسل الى مجلس النواب. هذا الكلام اثار مخاوف حقيقيه في اوساط الصحفيين. بالظبط، لانه في ناس بتقول في اوساط الصحفيين واحنا كمان بنقول يعني انتوا كاتبينه قبل كده واحنا ملناش بقى راي فيه، انتوا هتعملوا فيه اللي انتوا عايزينه واحنا راينا فين؟ لا، وكمان كيف يتم عمل تشريع يخص الصحافة والصحفيين دون مشاركتهم دون العودة للصحفيين ودون الاطلاع على المشروع الموجود عند الصحفيين ودون أي محاولة للوصول لحل وسط للطرفين. طبعا نظرية المؤامرة في التاريخ موجودة، واحنا عندنا عالية قوي أكيد حضرتك عارف، يعني كاتبنا العظيم احنا عندنا نظرية المؤامرة عالية قوي حاضرة في ذهننا على طول. طبعا طبعا، فالنهاردة بعد مناقشات مستفيضة، وأنا شخصيا لم أكن أصدق أن يوجد مشروع لدى الدولة
لم أكن أصدق هذا. إلى أن أتى المستشار هشام النقلي اللي هو المستشار أحمد الزن لشؤون التشريعات الجديدة، وأكد أن لديهم مشروع قانون يعملون عليه منذ 6 أشهر وحتى الآن، ولم يخاطبوا أي جهة معنية من الصحفيين أو الإعلاميين وهم عاكفين على تحضير هذا القانون من 6 أشهر. هذا على الرغم أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق كان التقى مع جلال عارف يحيى قلاش ضياء رشوان وتحدث معهم بخصوص قانون الصحافة والمشروعات بالقوانين، بل وشكل لجنة اللي هي اجتمعت تحت مظلة وزارة العدل. أيوة. لكن في سوء فهم أو في لبس أو في مش عايز أقول سوء نية، لأن مصر لا تحتمل خلاف ضخم بين الإعلاميين والصحفيين. صحيح. وبين الدولة المصرية الراهنة يكفيها ما لديها من مشاكل ومن تحديات ومن ظروف غير عادية، إنما لابد من محاصرة هذا اللبس وهذا سوء الفهم اللي موجود في أن لدينا أكثر من قانون للإعلام، قانون إعادات الحكومة، قانون تعده نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس وغرفة صناعة الإعلام، ولابد من وضع هذه القوانين في الاعتبار واعتبارها أساس. يعني دكتور دلوقتي يعني دكتور واضح انه في جهات كتير عماله تعمل في مشاريع قوانين مختصه ب يعني الاعلام والصحفيين، ومش عارفين طب دلوقتي هتجمعوا كل المشاريع دي ازاي ولا ايه اللي هيحصل في الاخر، بما ان كمان حضرتك يعني عضو مجلس نواب قبل ان تكون او يعني قبل كده حضرتك طبعا كاتب كبير ومفكر، ايه اللي هيحصل في كل هذه المشاريع؟ اكيد فيها حاجات مختلفه. اولا هذا البرلمان لاول مره في 18 صحفي في نقابة الصحفيين. ايضا في 28 اعلان، حوالي 12 اعلان، وبالتالي هو مدجج بالاعلاميين والصحفيين. ولا اعتقد ابدا انه اي تشريع ممكن يمر ما لم يعتمد على المشروع الذي اعدته نقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس وغرفة صناعة الاعلام. لا يمكن إلا أن يعتمد هذا المشروع بشكل أساسي. يمكن أن تتم محاولات تقريب بينه وبين المشروع الذي أعدته الدولة المصرية، لكن دايما بيقولوا مكة أدرى بشعابها، أهل مكة أدرى بشعابها، وبالتالي الصحفيين المصريين هم أدرى بالمهنة ومشاكل المهنة وهموم المهنة. وقد فشلت جميع المحاولات منذ سبعينيات القرن الماضي حتى الآن في فرض أي شيء على الصحافة وعلى الإعلام. فأنا شايف أنه صدام لا مبرر له، مناخ لا مبرر له على الإطلاق، ولا بد من أن الأطراف كلها تراعي مصلحة الوطن الدقيقة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. ما يؤكد نظرية المؤامرة بالنسبة لي أنه صدر اليوم خطاب من السيد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل موجه لزميلنا عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون والقائم بعمل وزير الاعلام. ايوه. يطلب سرعه تشكيل مجلس امناء اتحاد الاذاعه والتلفزيون خلال اسبوع، وهذا المجلس موجود وغير موجود في انتظار التشريعات الجديده، وهذا الاستباق للامور يؤكد من جديد نظرية أن في الأفق شيء ما بيعد، ولا بد أن اللي بيعدوا هذا الشيء يراعوا ضميرهم ويراعوا الوطن، وأن إحنا أيضا كصحفيين في ردود أفعالنا نراعي الوطن ونراعي ظروف الوطن قبل أي اعتبار. يعني دكتور يوسف الكلام حضرتك بتقوله أن هم عايزين يعني يشكلوا أو يعني يقولوا الأسماء اللي هتشكل هذه اللجان أو الهيئات التي نص عليها الدستور عندما أزال ويعني وألغى وزارة الإعلام وجعل من هذه الهيئات هيئات مستقلة معنية بالإعلام وبقوانينه وإلى ما ذلك. هم عايزين يجيبوا أسامي جاهزة عشان لما يعدي التشريع الحكومة تيجي
تيجي تقول اهو اتفضلوا دي الاسامي اللي عندنا واحنا خلاص اصلا محددين مين مين اللي يكون موجود من قبل ما انتوا تقرروا؟ يعني هو ده الكلام اللي حضرتك بتقوله؟ انا بقول انه يرتبط بما قاله المستشار احمد الزند مرتين في الايام الماضيه، وهذا الخطاب المرسل الى اتحاد الاذاعه والتلفزيون يؤكد ان في شيء انا لم اضع يدي عليه وهو ولست متاكدا منه، وارجو الا يصل لحدود المشكله وهو والا يصل لحدود المازق والا يصل لحدود الازمه، ولابد ان نحتوي هذا الموقف جميعا، اعلاميين، صحفيين، صناع اعلام، والدوله المصريه ممثله في مجلس الوزراء. حضرتك متفائل طيب ولا مش متفائل يا دكتور يوسف؟ مشروعات بقوانين اللي موجودين في نقابه الصحفيين تم اعدادهم بناء على طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس السيسي التقى بالصحفيين مره وهو مرشح للرئاسه، ثم التقى ست مرات بعد ان اصبح رئيسا للجمهوريه، وكان يطلب سرعه الانتهاء من تشريعات الصحافه، كان يطلب نقابه الصحفيين انها تنتهي بسرعه من مشروع القانون، وانتهت فعلا مشروع القانون وموجود عند النقيب يحيى قلاش. انا شايف ان ده التفاف حول حركه المجتمع، وارجو ان يكون ايماني بنظريه المؤامره مبالغ فيه، وانه لا توجد مؤامره ولا شيء، لان ظروفنا والمازق اللي احنا فيه واللحظه الفارقه اللي بتمر بها مصر لا تحتمل مثل هذه المغامرة. يعني حضرتك متفائل يا دكتور ولا مش متفائل؟ عشان كده بصي انا عندي تعبير كده بقوله متشائل. متشائل يعني نصف متفائل ونصف متشائم، وارجو ان انا بعد ايام ابقى متفائل بانه عقلاء هذا الوطن يحتووا هذا المأزق. ولا يجب ان ننسى ان الاعلام المصري هو الذي لولاه ما كانش فيه 25 يناير، ولولاه ما كانتش الناس استمرت من 25 يناير 30/6 11 فبراير، ولولاه ايضا ما كانش بقى فيه 30/6. الاعلام المصري لعب دورا اساسيا في تغيير الاوضاع في مصر. كون ان فيه قطاع في الحكومه الان وقطاع في الهيئات اللي موجوده في البلد يضيق ذرعا حريه الاعلام، ويكاد ان يرى ان مشكله مصر بالدرجه الاولى مشكله اعلام، وانه لولا هذه المشكله ما كناش عانينا من مشاكل اخرى. كون ان ده موجود لا يجب ان يوصلنا الى مفترق طرق، ولا يجب ان يوصلنا الى مش عايز اقول صدام، مش عايز اقول اي حاجه، لان خصومنا مفتحين عن عينيهم واذانهم علينا في كل لحظه، انما يجب ان احنا نتدارك الموقف باسرع ما يمكن. انا اتمنى ذلك دكتور يوسف القعيد، عضو مجلس النواب والمفكر والكاتب الكبير، شكرا جزيلا ليك. وهنذهب سريعا ما دام جبنا سيره نقابه الصحفيين، هنروح سريعا للاستاذ كريم محمود وهو رئيس لجنه التشريعات بنقابه الصحفيين، عشان نساله على المازق اللي بيتكلم عنه دكتور يوسف القعيد، وانه واضح انه في التفاف وفقا لكلامه، وانه في مشاريع مختلفه تقدم بعيدا عن الصحفيين. استاذ كارم مساء الخير. مساء الخير يا استاذ مروه، اهلا وسهلا. معاك سمر نجيده. اهلا بيك يا استاذ كارم. يعني سمر، اهلا وسهلا استاذ سمر. يعني بيتكلموا بانه في يعني دكتور يوسف القعيد وهو ايضا عضو مجلس النواب بيقول انه فوجئ بانه في خطاب، وانه وزير العدل بيتحدث عن وجود مشروع هو اعده او عاكفين على اعداده على مدار 6 أشهر ولم يشارك فيه الصحفيين، وبانه في حاله من الالتفاف وانه هو مش متفائل. حضرتك كرئيس لجنه التشريعات بنقابه الصحفيين شايف ازاي ما يحدث؟ انا الحقيقه شوفي انا يعني استمعت لجزء طويل من اللي قاله استاذي يعني اخونا الكبير الكاتب الكبير والاديب الكبير كمان الاستاذ يوسف القعيد اللي كسبناه في عضويه البرلمان. ايوه. ويعني انا مؤيد لكل الكلام اللي قاله. وبالفعل يعني هو يعني فصل واسهب في شرح كافه الامور المتعلقه بالتشريعات المنظمه للصحف الاعلام. حضراتكم بقى كنقابه، انا اضيف انا اضيف انه ان كان هناك يعني شكوى سواء من الراي العام او من بعض الاطراف المسؤوله او الرسميه في الحكومه او غيرها،
من أن هناك حالة سيولة إعلامية أو انفلات إعلامي إلى غيرها من التعابير اللي بتقال دلوقتي. وده صحيح، أنا الحقيقة مش عاوز أن أنا يعني نقد نفسنا نقد ذاتي. ما احنا عشان كده بنسأل على التشريع، بنسأل على التشريع مين. لكن أنا في المقابل بقول الحقيقة أن احنا أدركنا الأيام اللي فاتت أن هناك في المقابل حالة من السيولة، ويعني ربما الارتباك، ولا أريد أن أقول الانفلات الحكومي، يعني واضح أن هناك ارتباك وانفلات حكومي واضح. هناك حكومي انفلات حكومي طبعا، هناك أطراف في الحكومة تطمئننا وترسل إلينا رسائل اطمئنان بأن الأمور لن يعني ستمر بشكل يعني مقبول للصحفيين والإعلاميين، وسيتم اعتماد أو الاعتماد على المشروع المقدم من اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، ولجنة موسعة ضمت نخبة من الطيف الإعلامي أو المجال الإعلامي أو الساحة الإعلامية والصحفية الواسعة، نقابة الصحفيين، نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، المجلس الأعلى للصحافة، نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر، غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، ممثلي الصحف الخاصة والقنوات الخاصة، يعني المعنيين أكاديميين وقانونيين وعملوا على مدار عام كامل بجهد شاق ومضني فني وتقني وقانوني لغاية ما خرجوا منتج نقدر نقول عليه مشروع قانون متوازن يوازن ما بين ما أسميه الثالوث المقدس اللي هو حق الدولة المصرية في طيب يكون لديها. وفي المقابل بعد سنة يا أستاذ كارم في تصريحات من بعض الجهات الحكومية حق المهنة بعد سنة وانتوا قاعدين بتكتبوا القانون وهؤلاء يعني المعنيين بالأمر وعكفتم عليه وحضرتك بتقول كتبتوه بشكل جيد، طلع لكم جهات بتقول لكم لا احنا اصلا محضرين القانون. راي حضرتك ايه بشكل مقتضب بعد اذنك؟ انا اسف بالظبط، هو ده اللي انا بقول عليه، انه في اما بنلاقي بقى رغم رسائل الاطمئنان اللي انا بقول عليها من بعض المسؤولين ومنهم رئيس الوزراء الحالي وايضا السابق المهندس ابراهيم محلب، لكن نجد انه هناك اصوات اخرى من داخل الحكومه تخرج علينا تحاول الالتفاف على مشروع القانون الموحد، تحاول تجزئته، تحاول أن تقدم تفاسير مشوهة لنصوص الدستور الحالي بالنسبة للقوانين المكملة للدستور المتعلقة بتنظيم الصحافة والإعلام. طيب. تحاول أن تجتزئ من مشروع القانون ما نسميه بأنه الهيئات يعني يطلعوا الأول ياخدوا من ال 230 مادة اللي بيضموهم مشروع القانون الموحد، ياخدوا منهم المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أولا، ثم الهيئتين الهيئتين وتنظيمين. طب أنتوا كنقابة الصحفيين هتعملوا إيه بخصوص يعني هذا الاضطراب المؤخر اللي حدث على الساحة؟ مش نقابة الصحفيين لوحدها يا أستاذة سمر، لا، نقابة الصحفيين وخلفها الجماعة الصحفية، وأيضا نقابة الإعلاميين وخلفها الجماعة الإعلامية، غرفة صناعة الإعلام، مجلس الصحافة، كل الهيئات المعبرة عن المجال الصحفي والإعلامي اللي كانت موجودة في المؤتمر اللي عقد في مقر نقابة الصحفيين النهاردة. أيوة. تقف صفا واحدا في مواجهة أي محاولة للالتفاف على مشروع القانون الموحد. تمام. لدينا سابق خبرات لا أريد أن أقول مريرة في التعامل مع الحكومة في محاولة إصدار تشريعات تقيد حرية الصحافة والإعلام أو تفتأت عليها، ولا أيوة. لكن نحن الآن يعني في عهد جديد بعد ثورتين عظيمتين، ولا نريد أن نفاجأ بقوانين مدبرة أو مطبوخة زي ما بيقولوا مطبوخة بالليل ونربح الصبح نلاقي الطبخة موجودة في البرلمان. لكن إحنا عندنا أمل كبير في برلماننا الجديد مختلف مؤكد. طيب. أستاذ كريم محمود أنا بعتذر، شكرا جزيلا لك رئيس اللجنة التشريعية داخل نقابة الصحفيين، أتمنى ونتمنى أن المرارة في تاريخنا مع الحكومة ومع نقابة الصحفيين والإعلاميين أنها ما تستمرش. طيب مشاهدينا
هنروح بقى للجزء الثاني من حلقتنا بعد الفاصل اللي هنخصصه لمناقشة هموم دائرة إمبابة. هيكون معانا على الهواء مباشرة الدكتورة شادية ثابت وهي النائبة عن دائرة إمبابة. هنتكلم عن إمبابة اللي فيها أكتر من 700 ألف مواطن وفي ناس بتقول إن هم وصلوا مليون. هنتكلم على اللي بيقول عليها عاصمة جهنم بس بعد الفاصل تابعونا. وهيكون معانا على الهواء مباشرة كمان أهالي إمبابة معانا عشان يشاركوا بصوتهم. وكمان هنفتح تليفوناتنا عشان نسمع مشاكلكم ومطالبكم بس بعد الفاصل انتظرونا. مشاهدينا عدنا إليكم مرة تانية والجزء الثاني من حلقتنا النهاردة خصصناه لمناقشة هموم المواطنين. والنهاردة هنناقش هموم مواطنين دائرة إمبابة اللي بيقطنها أكثر من مليون مواطن. خلينا أقول لكم أنه إمبابة حي إمبابة ده اللي هو موجود في منطقة شمال في محافظة الجيزة جنب النهر النيل كان جزء منه زمان خالص كان مفروض ان هو يعني زي كده القرى واهالينا اللي مش في الحضر لحد ما بقى جزء حضري وبقى جزء من القاهرة الكبرى. وفضلت المنطقة دي تتطور من بعد ما كانت جمال بتجيها بتيجي من السودان وتوصل لهناك وبتتباع في السوق. تطورنا الى ان احنا دلوقتي ما بقيناش لو شفتوا اي صورة من طيارة لإمبابة من فوق هتتخضوا. في الألفينات رجعنا وقلنا كان في مشروع لتطوير إمبابة وعدد تاني من المناطق اللي موجودة في القاهرة بحيث ان هو يطورها والناس اللي عايشة فيها تعيش عيشة من أسف وانا بقول عيشة آدمية. يعني الشوارع الرئيسية في إمبابة فيها مشاكل فما بالكم بقى بالدايرة الكبيرة بتاعت حي إمبابة اللي فيها خنادق جوه ما حدش بيعرف يوصل لها. طيب النهاردة احنا معانا ومنوراني في الاستوديو الطبيبة البرلمان زي ما بيقولوا عليها دايما في تصريحاتها الدكتورة شادية ثابت. وعايزة اقول يعني انه انا كست مبسوطة ما بتكلم على حي زي حي إمبابة اللي فيه كل المشاكل دي وفي الاخر اللي بيكسب فيه في الانتخابات عبر التصويت ستتين هم اللي واخدين او مرأتين هم اللي خدوا اعلى نسبة تصويت وبعد كده نائبين تانيين رجال خدوا نسبة التصويت وكانت دكتورة شادية من تاني ثلاثة التانية صح في حي إمبابة. ازيك يا دكتورة؟ اهلا بيك يا استاذة وبأسرة البرنامج والسادة المشاهدين. يعني بصي انا هدخل على طول من الاخر. البرد اللي احنا شفناه الاسبوع اللي فات والمطرة اللي احنا شفناها الاسبوع اللي فات تخليني ان انا ما اشوف شوارع رئيسيه فيها هذه المشاكل. اوكي لازم اسالك ايه اللي حصل في إمبابة وشايفين طينه في الشارع وشايفين مشاكل وبنيه تحتيه غرقتوا في إمبابة؟ طبعا هو كل إمبابة تقريبا دلوقتي كلها زي ما بيقولوا في الصعيد ربريبي يعني واخده بالك. بس هو فعلا دي مشاكل يعني في كل مصر ما فيش ال يعني لو حصلت سيول زي اسكندريه يمكن اسكندريه اللي احنا عارفين ان هي عندها شفاطات وكلام زي ده حصل فيها المشاكل. بس انا سمعت ان في ناس في إمبابة ما عرفوش بقى لا يفتحوا محلاتهم والطينه مغرقه الدنيا. فدي المفروض احنا في عندنا القصله في مصر حاجه اسمها إدارة الكوارث والأزمات. طيب. دي المفروض تتحط ونتوقع أي شيء مش لما يحصل مصيبة أو كارثة أو حاجة أزمات سواء طبيعية أو غير طبيعية. طيب. نحتاس فيها نبقى جاهزين لها. بصي يا دكتورة شادي خلينا بس جاهزين لها. زميلي الجميل كريم مسعد عامل تقرير بقى في بقى الزبالة والطينة والمية والبنية التحتية اللي مش موجودة. هنروح نشوف التقرير ونرجع تاني نتكلم فيه. إمبابة واحدة من أشهر المناطق الشعبية في مصر تحمل في داخلها أناسا رغم ما يعرف عن مروءتهم إلا أنهم يعانون من مشاكل متعددة تؤرق معيشتهم. القمامة على رأس هذه المشكلات التي يشكو منها هؤلاء. مشاكل إمبابة نمرة واحد رقم واحد الميكروباص. الميكروباص هنا يعمل مشاكل جامد جدا والميدان هنا. والمفروض يعني النواب وعدونا بنقطة شرطة في مكان مكتب المحافظ. مكتب المحافظ ده لي لا ولا لي اي قيمه. مكتب كده جاي خلي المقاطع لا يجادب شيء. وبالنسبه برضو للزباله الكمامه عندنا اللي بتترمي تحت البيوت بيشيلوا الزباله من المنبع. قالها ما بيخشوش جوه الشوارع ليه بندفع عليها
فلوس في الكهرباء وفي الصرف الصحي وكلام من ده، دي من ضمن المشاكل. انما الثاني المرور، ما فيش مرور نهائي جدا، عربيات بدون رخص. احنا بنجيب الزباله نرميها هنا، بتكلم المهندس بتاع الحي يقول لك ان شاء الله، يعني حي جمال اللي احنا فيه هنا ده، احنا عمرنا ما شفنا الرئيس حي هنا خالص. مشاكل الزباله ملميه على طول، وما فيش صندوق زباله وما فيش مسؤول، حتى لو الواحد خبطته عربيه ما بلاش حد يجري عليه. ممثلوهم في البرلمان أربعة لا يطلبون منهم سوى النظر لمشكلات القمامة والمرور والمخدرات وغيرها. ينزلوا يشوفوا مشاكل ويعرضوا اللي احنا بنقوله ده على الناس على المجلس، ينزلوا حقيقي، نزل الناس يشوفوا المشاكل دي ايه. بطلب من النواب زي ما الناس وقفت معاهم والناس اشتغلت معاهم، هم يقفوا مع الشعب، يقفوا مع الدائره بتاعتهم. عايزين حل للزحمه اللي هنا، وعايزين حل للزباله دي، نشيل الزباله دي، عايزين لها صندوق يلم الزباله دي. النواب يشوفوا اللي هم قالوا عليه، ان قالوا هننظف وهنعمل وهنسوي، هم قالوا بس كده هيقعد، احنا منتظرين بقى اللي هم قالوا ده هينفذوه ولا لا. ما تزال امبابة وغيرها من المناطق الشعبيه تعاني من عدم الاهتمام في ظل وعود دائمه من مسؤولين بمختلف درجاتهم بالحل، ولكن حتى الان دون جدوى. يعني سمعنا تقرير مطالب كتير جدا من اهالي امبابة، واصلا الصوره بتتكلم عن نفسها، يعني ما فيش لا مسؤول وعندنا زباله يا دكتوره شاديه، وما فيش مسؤول بينزل يشوف، وزي ما انت شايفه ان الزباله مترميه، ولا في لا موقف ولا توك توك ولا ميكروباص، والست يا عيني قالت لك حتى لو حد اتخبط ما فيش حد نجري عليه، والحاج احمد بتقولي عليه بيقول على والحاج احمد العمده بيقول لك حتى معانا، والله وقف معانا وقفه كويسه قوي. انا بيقول لك نقطه الشرطه فاضيه لا ده هو بيتكلم على نقطه المكتب المحافظ اللي كان ايام عبد الرحيم شحاته، الحقيقه لسياده المحافظ عبد الرحيم شحاته من الناس المحترمين جدا، وكان عمل هذا الكلام علشان كان المجموعه الدوله امبابة اللي كانت هتتعمل جوه في شارع الاعتماد وكانت مركزها، فتعمل مكتب المحافظ وكان بيجي تقريبا اسبوعيا. الحقيقه احنا ربنا كرمنا بردك حاليا باللواء كمال الدالي لما جاء محافظ الجيزه، لان يعني فعلا هو راجل فعال. بالنسبه للموضوع القمامه، مش امبابة بس، هي مشكله المشاكل في مصر بحالها، بس حقيقه ليها شقين، شق من المسؤولين، يعني احنا عشان مش عايزين نرمي حاجه، عايزين نتكاتف في وقت مصر اللي هي فيه ده، لازم الكل يتكاتف. ويمكن انا لما كنت بقول لهم في برنامجي واحده منكم دايما بينكم، نعمل سويا من اجل الوطن، يعني مش هشتغل لوحدي، انا هوصل صوتكم هناك وهوصل صوتكم للمسؤولين وانتوا تشتغلوا معايا. يعني انا كذا مره رحت لرئيس الحي وفعلا جه وشال القمامه من تحت الدائري اللي هو عند القوميه العربيه أوكي. وحتى قال لك الوراق، وقلت للنائبه الوراق، قلت لها رئيس الحي بتاعكم وبتاعنا لازم الزباله تتشال، فتشال. ولكن ما فيش اسبوع ولا الزباله دي بقت اكتر، القمامه دي اكتر من الاول. طب انا عايز اسال سؤال، برنامج كان زمان اسمه سلوكيات بتاع ملك اسماعيل، انا عايزه سلوكيات الناس برضك تتحسن. يعني حضرتك شفتي وهم ماشيين رموا ده، بس ثانيه واحده، الصوره اللي احنا شفناها اللي زميلنا كريم جايبها لنا، انه اصلا في مكان او زي كونتينر اللي بيترمي فيه الزباله مليان. والزباله مليانه على الاخر، فبيتحط حواليه زياده، وده اللي طلبناه، زياده في الكونتينر دي اللي هي صناديق القمامه لازم تزيد. وعلى فكره احنا كنا في اجتماع مع اللواء كمال الدالي وكلنا الجيزه بحاله، كان نواب الجيزه 40 نائب في الجيزه والكل اثار مشكله القمامه، وهو قال انا هشغل ثلاث مصانع عنده، في ثلاث مصانع فعلا، وانا كنت ده اللي كنت بقول ليه واقفين من مصانع ايام ايه؟ مصانع تدوير كمامه، هتتعمل معموله اساسا وهي كانت واقفه، انا كنت عماله اتساءل ليه المصانع دي واقفه، يقول لك اصل ما اعرفش. المهم الحمد لله هو وعد اني هشغلهم، وفي ما دي هتبقى دي فايده جدا، القمامه دي هتبقى ليها فايده وهتشغل قوة عامله، ولكن في نفس الوقت التزام المواطنين بعد حط الصناديق الكفايه ان هي يحطوا فيها ما ترميش بره، يعني بس لدرجه اللي شايفان الناس تعبانه لان يعني مفيش صناديق زياده، دي اللي عايزين نزودها، عشان هو لما بيقول انا هعمل اللي هيرمي بره الصندوق هيبقى عليه مخالفه، طيب قبل ما اخالف الناس لازم احط لهم
الصناديق الكونتينر اللي تكفي على اساس ان فعلا يبقى في كفايتهم، يبقى هو مش كسل منهم اللي بيرموا جوه الصندوق، بيرموا بره الصندوق لان مفيش. طب بالنسبه للطينه اللي احنا شايفينها والميه الغرقانه، انا عارفه ان دي مشكله في عدد من المناطق، بس انا متاكده ان ده شارع رئيسي. لو دخلنا جوه في الحواري الضيقه ده شارع الوحده، لو دخلنا جوه في الحواري الضيقه مش هتعرفي تعدي. طب وبعدين ممكن تلاقي الناس حاطه طوب عشان تعدي. وبعدين لا ده انا في كمان منطقه عايزه اسيرها يعني. انا طبعا رحت للواء كمال الدالي، والراجل الحقيقه مشكور جاء معانا هو ووزير الصحه محافظ الجيزه، محافظ الجيزه، وجاوب مع وزير الصحه لموضوع المبنى اللي بقاله 12 سنه في مستشفى الحميه الداله يتحرك. هنتكلم عن الشق ده وهيتحرك. ورحنا شال الاطفال لمصنع الاطراف الصناعيه واعتمد له جزء ان يكمل. ورحنا معهد القلب في شارع المطار وفعلا شفنا مشاكله ايه وحليناه واحنا واقفين. تمام. وان شاء الله 1003 و4 هتتعمل، زائد قسم الشرطه اللي في ارض المطار، زائد السجل المدني برضك جاري تشغيله. اللي انا البرنامج اللي انا قلته قبل، انا بقول كبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طيب اللي يعني انا قلته بحاول انفذه. يعني حضرتك شايفه، انه الحاجات دي هتتحل سريعا ان شاء الله، ان شاء الله هتتحل. بس عشان قعدتوا مع المحافظ بس يبقى في معاونه. لا احنا دائبين، ده احنا بس لحضرتك زي ما انت عارفه ال 15 يوم الاولانيين بالنسبه لنا كانوا في البرلمان. كنا بنقعد 12 واحدة بالليل علشان مناقشه القرارات بقوانين. صحيح. يعني كانت سلسله عذاب، يمكن جسمنا نفسه كان بيفتفت من الالم. تمام. ومع ذلك احنا الكلام اللي عملته ده قبل ما ندخل البرلمان على فكره. قبل اول جلسه اجرائيه. صحيح. لان ده كان عندنا وقت، لكن خلصنا من الجلسات بتاعت ال 15 يوم دخلنا في اللائحه، لكن شويه احنا خدنا اجازه للجلسات. انتوا صحيح كويس بقى اسالك، انتوا ليه واخدين اجازه لحد 7 فبراير؟ لان في اللائحه بتاعت فعشان اجتماع اللجنه اللائحه كل يوم، عارف حضرتك 400 ماده بيتصاغوا تاني من اول وجديد، اللي هي اللائحه لتنظيم العمل داخل البرلمان. ففي اختاروا لجنه 25 اللي هم 7 اختاروهم من هيئه المكتب، و9 برئاسة و9 من رؤساء و9 من اللي هم الهيئات البرلمانيه. فانتوا مستنيين لحد ما يخلصوا عشان يخلصوا؟ بس احنا شغالين يعني. احنا رايحين للمحافظ وبنشتغل وبنداوم. وقلت كمان مساله المرور، انا عندي امبابه فيها 15 ميدان، ما فيش عسكري مرور واحد. يعني انا عندي القوميه العربيه ده شارع يربط بين الجيزه والقاهره. تمام. ومفيش بيحصل فيه اوبستراكشن او زنقه مرور نقف فيها بالنص ساعه واكتر. فاحنا عايزين عساكر مرور، وطلبت ده في ميدان القوميه العربيه، في ميدان الشجره، في امتداد الوحده، في عند طلعت حرب، لاني على الاقل 4-5 ميادين يبقى فيهم عساكر مرور عشان يبقى فيه سيوله. يعني واخد بال حضرتك لان الناس بتتعطل في الاماكن دي. طيب بالنسبه بقى للصرف الصحي، ويعني لا ده مشكله تانية، ده صرف صحي ده لا ده البيوت بتقع عندنا احنا. عندنا في بيوت بتقع يعني من كام سنه، بيوت هبطت في الامام الغزالي. لا وليه في الصيف؟ في الصيف حصلت في الامام الغزالي هبطت من الصرف الصحي اللي تحتها زكي مطر، 4-5 بيوت وقعوا. فاحنا عايزين المشكله دي تتحل فورا. ازاي بقى؟ ان انا اعمل شبكات صرف صحي ترمي بأنطرة كبيرة على الشوارع الرئيسية زي شوارع الغيط وشوارع اللي هو شارع البوهي وشارع المطار، يبقى أرمي، يبقى أشفط المية اللي تحت البيوت دي بحيث ما تقعش على الناس. احنا الشبكة أصلا مش مستحملة الناس يعني. طب والله طب اللي انت بتحكي يعني انا عايز اقول لحضرتك في حتة خطيرة جدا كمان. في حتة ودي وجهة النيل. يعني حتة جميلة جدا المفروض اللي هي في شارع النيل اللي هي في منطقة اسمها الهنيل. اوكي. دي البيوت حضرتك لو دخلتي بين الشارع والشارع صدقيني والله متر بين البيت والبيت متر، ومفيش والبيوت يعني شكل. طب خليني بقى اسالك مدام، جبتي سيره الدوله لو خدتها دي، لو الدوله خدت المكان ده واعادت هيكله للصرف الصحي وبنت عماره كبيره وحطت فيها الناس كلهم والباقي عمارات ثانيه تقدر تطرحها للشباب. انا عايزه اسالك سؤال، مش احنا كان عندنا مشروع في 2003 تقريبا تطوير عشوائيات وامبابه داخله فيه، وقال لك هنهد 3-4 بيوت وهنجيب حته ثانيه ناس تقعد فيها، وهنعمل مشروع في ارض المطار
وفي خطه هو توقف؟ لا ده كان في خطه اسمها خطه تطوير الشمال. انا قعدت مع اللواء المهندس سيد عبد العزيز سنه 2008 والله ساعه كامله في مكتبه وشرحها لي. انا عايزاه الخطه دي انا هسعى وراها لغايه ما بصي بقى دكتوره شادية كل الكلام اللي انت قلتيه حلو وجميل. لا بس انا عملت فعاليات بس اهالي دايرتك معانا على الهواء مع زميلي العزيز كريم مسعد على الهواء مباشره من امبابه. وكريم هنروح له عشان نسمع يعني اراء ومطالب وشكاوى مواطنين امبابه. ازيك يا كريم وتفضل وسلمني على كل اهالي امبابه اللي عندك. وانا كمان ما انا كل يوم داخله. ايوه مساء الخير يا سمر ومساء الخير كل مشاهدي تان تي في واستوديو النواب. اهلا بحضراتكم بنرحب بكم من هنا من منطقه امبابه من قلب منطقه امبابه شارع امبابه الرياضي. احنا موجودين في احد المقاهي المعروفه في منطقه امبابه. معانا عدد كبير جدا من المواطنين الموجودين في امبابه. كنا رصدنا في تقريرنا اللي اتعرض من شويه بعض المشكلات الخاصه بامبابه فكان واجب علينا ان احنا كمان نكون متواجدين بشكل حي لنكون جسرا لما بين المواطنين واهالي الدائره والساده النواب عن هذه الدائره اللي هم المفروض اربع نواب ينوبوا عن دائره امبابه اللي هي دائره كبيره في شمال الجيزه. كمان عايزين نقول من يعني اهم المصطلحات المعروفه عن امبابه بالنسبه لاهاليها كلهم ان كل منطقه وليها موقف الا امبابه ليها مطار. دي من اهم المصطلحات والشعارات الخاصه بمنطقه امبابه. وبالتالي احنا بنجري حوار مطول المفروض ان شاء الله مع عدد من المواطنين الموجودين في امبابه حول المشكلات اللي بتتعلق بيهم. متمنين اهالي امبابه زي ما بيقولوا لنا انه ان شاء الله هذه المشكلات تلاقي حلولا جذريه في وجهه نظرهم. بنجمع ما بين شباب وما بين اعمار مختلفه سواء من كبار السن او من متوسط السن وكذلك زي ما بنقول الشباب. بدايه يعني معانا الاول الحاجه علي. اهلا بيك يا حاجه. الحاج مصطفى صديق صاحب مخابز بارض الحداد. ونشكر السيد الوزير على 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 الصنع الجيد واحنا بنقف جنب المنظومه بكثرة جهدنا. طيب احنا في البداية عايزين يعني نتعرف على حضراتكم في البداية. يعني كمل حضرتك ابتدي عرفنا على نفسك الأول مرورا بالسادة المتواجدين. حاج علي أبو محمد. حاج علي بعد إذنك. حاج علي بقى الميكروفون للحاج هلاوي صح كده؟ حاج هلاوي دي حاج هلاوي دي من ده تبع لإيه يا حاج هلاوي؟ سوهاج. من سوهاج وانت ساكن هنا في امبابه؟ قاعد هنا في امبابه. بقالك قد ايه في امبابه يا حاج هلاوي؟ بقال حضرتك قد ايه في امبابه؟ انا مولود هنا في شارع الوحده اعتبر. مولود هنا في شارع الوحده. بس بروح الصعيد على طول. طيب انا عايز ابتدي مع حضرتك ايه المشكلات اللي بتواجه امبابه؟ يعني احنا كنا بنتكلم مع بعض الناس قالوا لنا انه مشكله الزباله او القمامه من اهم المشكلات اللي بتواجهها منطقه امبابه. قول لنا ازاي حضرتك شايف المشكله الرئيسيه هنا في امبابه يعتبر هي الكمامه. يعني انت لما تخش على الاقصر هتقفل الشارع. قافله الشارع القوميه قافله الشارع البوعه قافله الشارع. الاقصر ده مقفول نهائي. يعني انت لو عديتهم من الاقصر صورته هتلاقي الزباله قافله مفيش توك توك بيعدي من جنبيها. وطبعا المفروض النواب هنا هي بقى تتحرك دورها هنا. احنا انتخبناها والناس وقفت جنبها في امبابه النائب طارق سعيد والدكتوره شاديه ثابت وهاب الخولي ونشوه. طبعا الناس دي المفروض هي بقى تقوم بالعب بتاعها لامبابه وتشوف طلبات امبابه وتشوف مشاكل الناس والاحتمال اصلا الكمامه. ولازم الشارع كلها تستفلت. نطر نطرت يوم الاثنين شارع امبابه الرئيسي دوت ما حدش كان عارف يمشي بيه. ما فيهوش بلاعه من الاول والاخر عشان صف الميه. وهي مشاكل امبابه لازم الناس الاعضاء دي تقوم تشوف الناس اللي هي وقفت معاها. الناس الغلابه اهم حاجه الفقراء دي المفروض الناس دي تقف جنبيها. طيب واحنا عندنا هنا طيب احنا عايزين يعني ننتقل بقى لحد من الشباب جنب حضرتك. ندي الميكروفون لحد من الشباب. اتفضل محمد صح؟ محمد بما انكم شباب ومنطقه امبابه بيحوطها دايما مناطق مفترض انها بتوصف بانها مستوى ارقى سواء المهندسين او العجوزه او الدقي. انتوا كشباب بتشوفوا يعني امبابه ليه مهمل ومهدر حقها في وجهه نظركم زي ما قلت لنا قبل كده في وسط المناطق اللي المفروض انها ارقى من منطقه امبابه وبتقدم لها خدمات اكتر من منطقه امبابه؟ هو بدايه اساسا امبابه كانت
تبع دايره الدقي والعجوزه. يا ريت نقرب المايك بس. امبابه كانت الاول كان تبع دايره الدقي والعجوزه ده قبل ما يفصلوها في الانتخابات الاخيره دي، قبل طبعا الانتخابات اللي فاتت كانت امبابه كانت دقيقة لوحديها، لما هي دلوقتي بقت يعني خاصه لوحديها، فيها اربع نواب. امبابه لوحديها فيها اربع نواب، احنا ما شفناش لحد دلوقتي ولا نائب منهم على ارض في الارض خالص، على ارض الشارع خالص. ودي حاجه. تاني حاجه، احنا كشباب احنا ما شفناش اي اهتمام منهم، ولا هم بيقدروا يقدموا لنا كورسات، ولا هم بيقدروا يقدموا لنا حاجه احنا ملموسه نقدر نلبسها يعني كشبابنا. ما فيش تكريم اساسا للشباب الثوره اللي نزلوا من هنا من امبابه، كان في كتير جدا. اتحداك لو هي نفسها عارفه في قد ايه شباب ماتوا من هنا من امبابه كانوا نازلين في الثوره. ما فيش اي اهتمام بينا. احنا دلوقتي انا وزميلي احمد كنا دلوقتي بنشوف على الفيسبوك السايت بتاعها، ما لقيناش ليها برنامج انتخابي، ما فيش ليها برنامج انتخابي عشان نقدر ان احنا حتى نناقشه. احنا حابين ان احنا نفتح عشان نناقش البرنامج ده لما نيجي نطلع معاك على الهوا، ما لقيناش ليها برنامج انتخابي. طيب ده كويس جدا، عايز اخد بقى راي احمد كمان في الحكايه دي، بما انكم مطلعين اكتر يعني الفئه الاكثر اطلاعا على السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، شايفين مشاكل امبابه دي تقدروا تحلوها ازاي؟ يعني في ناس كانت بتقول لنا ان مشكله الزباله دي هي مشكله مشتركه ما بين المواطنين وما بين الجهات المسؤوله عن الحي، انتوا تقدروا تحلوا المشكله دي ازاي؟ لو انتوا في ايديكم الحل تطرحوا حلول للناس ازاي؟ تمام. هي مبدئيا موضوع الزباله يعني هي حلول بسيطه وسهله، ان مثلا زي منطقه المهندسين يعني هي ما بعدتش كتير عن امبابه، هي المفروض الخدمات اللي بتتقدم للمهندسين هنا لو اتقدمت هنا في امبابه مشكله الزباله هتتحل ببساطه. يعني مثلا عمال نظافه بتنزل يعني بشكل دوري ان هي تلم الزباله، صناديق زباله ممكن تتحط في الاماكن اللي هي بتكتر فيها الزباله. مثلا لو حاجات بسيطة، مثلا انت مش محتاجين اكتر من الحاجات البسيطة اللي هي ممكن تحصل. يعني بالنسبة لكم كشباب ايه المشاكل بقى اللي بتواجهكم؟ يعني انا شفت مثلا احد الاماكن اللي فيها زبالة بشكل كبير جدا، السور كله بتاع مركز الشباب، اعتقد انه كان من الاماكن اللي يعني مليئة جدا بالقمامة. عايز اعرف بقى ايه المشاكل اللي زي دي اللي بتقابلكم في امبابة، سواء كان ليها علاقة بالقمامة او غيرها. هي مبدئيا يعني حوار مراكز الشباب، يعني هو يعتبر مركز شباب واحد في امبابه هو اللي موجود. الخدمات الثقافيه والحاجات اللي بيقدمها كده هو مش يعني حاجات بسيطه، ما بتقدمش حاجات بسيطه، ما بتقدمش حاجات كتيره. يعني هي الخدمات الثقافيه، انت ما بتقدمش ثقافه للشباب، مثلا انت محتاج مثلا مكتبه بسيطه هنا في امبابه، محتاج يعني اماكن انت تقدر يعني تتواصل فيها مع النواب، حاجات موسى انا اقدر مثلا اروحها في امبابه. طيب احنا انا دلوقتي يعني عايز مبدئيا اعلق الحوار معاكم قليلا، هنرجع للاستوديو نشوف النائبه شاديه ثابت هترد علينا ازاي في المشاكل او في المشكله اللي احنا اتكلمنا عليها، ونرجع لحضراتكم تاني ونعرض بعض المشاكل. نعود من جديد للزميله سمر نجيده في استوديو تين تي في. شكرا جزيلا يا كريم. كان معنا زميل كريم مسعد، على فكرة مشاهدينا على الهواء مباشرة تن تي في موجودة في امبابة، ومعنا النايبة دكتورة شادية ثابت عشان ترد على كل الحاجات دي. يعني أهالي دايرتك مختلفين طبعا. لا وطبعا امبابة مظلومة جدا بالنسبة للمناطق المجاورة. خلينا بقى نتكلم نقطة نقطة. قالوها يعني على رأي كريم لما قال من مطار امبابة الناس بقى تقول عليها عاصمة جهنم. ففي نقاط كتيرة، أولها فكرة ان احنا ما شفناش النواب. انا هبتدي بالشباب. ليه ببتدي بالشباب؟ لانه على راسي من فوق اهالينا الكبار طبعاً. بس الشباب دولت هم اللي عايزين، هم المستقبل والحاضر. بالظبط، هم المستقبل. عندنا شاب قال لك ان احنا ما شفناش النواب، قال لك عملتوا ايه لشباب الثوره، قال لك هي فين الخدمات، قال لك هي فين الخدمات الثقافيه، ودي نقطه مهمه جدا، مركز شباب واحد ما فيش مكتبه، قال لك هي فين الخدمات، وقارن نفسه بالمهندسين اللي هي ايه خطوتين فردة كعب من امبابه. اولا اول حاجه اللي هو بيقول ما شفناش النواب. لا ده انا كل يوم داخله شارع امتداد الوحده كل يوم، ولسه جايه من هناك دلوقتي. على فكره أوكي. كل يوم داخله، وعلى فكره انا طالبه مطالب قد كده من المحافظ، وطالبه قد كده من رئيس الحي، وجاريه كله ده جاري للتنفيذ، وطالبه عساكر مرور في زي ما انا قلت لحضرتك في ميدان القوميه العربيه وفي امتداد الوحده وفي شارع طلعت حرب وميدان الشجره، لاني مش ممكن 15 ميدان
فعلا زي امبابه اخر عسكري مرور اشوفه في الكتكات، فلا بد بنظره لامبابه. انا طلبت المشكلة الكلام ده وهمشي وراه لغايه ما يتنفذ. المشكله المشكله يا دكتوره القمامة. خليني بس اقول لك انه المشكله ان احنا كل ده بنتكلم برضو في نائب الخدمات لانه في غياب كبير للمحليات، بس ايه يعني دورك التشريعي لسه ما اتكلمناش فيه. هو كل ده شغل محليات، بس حتى المحليات لما تيجي لازم تعاون بيننا وبينها ولازم نبقى وراها عشان تشتغل. طيب. ولكن احنا دلوقتي في غياب المحليات لازم احنا نقوم بالخدمات دي. وفعلا رحت للمحافظ ورحت وعلى الهوى اديني بكلم وانا ويطلب علاء اللواء علاء هراس. قلت له ازاي المرور؟ قال لي انا كنت واقف في المكان اللي انت بتتكلمي عليه. قلت له القوميه العربيه دي بيقف فيها المرور نص ساعه وساعه الا ربع لغايه ما حد ينزل يمشي العربيات. طب التكاتك قال لي انا كنت بقى موجود التكاتك. التكاتك احنا في مجلس الشعب اقرينا ان التكاتك دي لازم كلها تقنن. لازم يتعمل بيها تراخيص. وكمان مش تقنن بس، والسائق بتاعها ياخد رخصة قيادة، ما يبقاش عيل صغير هو اللي سايق. على فكرة دي المصلحة صاحب التوك توك والمصلحة المواطنين، يعني صحاب التوكاتك ما يزعلوش من النواب ان هم قننوا. يعني احنا منتظرين الفترة القادمة تقنين التوك توك هيترخص، وكمان صاحب السائق هيبقى واخد رخصة قيادة عشان العيال الصغيره اللي وعشان البلاوي اللي بتحصل احيانا داخل التكاتك. فالحقيقه دي خلاص جاريه وخلاص القانون اتوافق عليه وان شاء الله هيخرج للنور، ودي مصلحه لصاحب التوك توك ومصلحه للمواطن، حتى لا يجور عليه احد من الشرطه وياخد التوك توك بحاله. طب عايز اسالك بقى، انت شايفه يعني يا سياده النايبه انه الكلام اللي انت قلتيه قبل ما نسمع كلام الناس ده على الزباله، ده احنا عارفينه على الزباله نشوفه كل يوم هتحلها ان حضرتك قعدتي مع المحافظ وهي كده هتتحل؟ لا، ده انا دؤوبه اني دايما بروح. انا لسه النهارده المفروض رحت له الصبح وهروح يوم يعني حتى في حد بيقول لي روح الرئيس الحي، قلت له رحت الرئيس الحي جرد لي شارع الوحده وجرد لي شارع الاعتماد، انا عايزه راس في الشوارع دي حتى الناس اللي بتصلي يوم الجمعه ما بتلاقيش مكان تسجد. يعني انا اسفه بس في ناس بتقول لك ايه، انا اسفه في التعبير، يا فرحتي ان حضرتك كل شويه رايحه جايه على رئيس الحي. لا هيتعمل بس في ميزانيات برضه. اسمعيني، فهو بينزل يلم الزباله زي الفل، خلاص سمع الكلام، والاسبوع اللي بعده تبتدي تتراكم. عايزين حل جذري بزياده صناديق اللي بتتحط فيها القمامه عشان ما تترميش بره الصناديق، وده لازم يحصل. زائد لازم عساكر مرور في امبابه، ده كله انا ماشي وراه لغايه ما يتنفذ. طبعا رئيس الحي قال لي ميزانيه، قلت له شوف لي الميزانيه. يعني ايه ميزانيه؟ يعني لازم ميزانية؟ تتعمل. يعني ما عندناش ميزانيه. قال لي لسه اصل في ميزانيه، ما اشوف الميزانيه. قلت له لازم ترص. امال الفلوس بتروح فين؟ بتاعت الضرايب. ما ده كله هنحاسبه عليه. يعني الكلام ده انا بقول لك اللي ترد عليا بيه، قلنا لازم نعمل وفتحنا شارع مراد وفتحنا ان شارع ودلوقتي بطالب بفتح الطريق اليميني اللي داخل عزبة المطار، لاني ملهمش منفذ للدخول. يا لو حد اتحرق، لو حد جاله ازمه قلبيه، ما فيش عربيه اسعاف تعرف تدخل. والكلام ده هو بالزحمه دي اصلا قلته للسيد المحافظ كمال الدالي، اللواء كمال الدالي، ما سوري مع حفظ الالقاب. قلت له على هذا المكان، وقلت للدكتوره منال، وقلت للواء. يعني سياده اللواء طول عمره في الجيزه وكان ماسك في الجيزه في المباحث، عارف يعني المشاكل. بس المشاكل كتيره وواحده واحده هتتحل. واحنا بقالنا قد ايه يعني؟ طيب. احنا من قبل ما نحلف اليمين واحنا اتحركنا وجبنا سياده المحافظ وجبنا سياده الوزير، وفعلا ابتدينا نحل شويه مشاكل واحده واحده. انا ان شاء الله كل اللي قلته في برنامج الانتخابي والله الولاد بقى دخلوا الشباب دخلوا اونلاين تقريبا على الانترنت دوروا على برنامجك فما لقوهوش. كان في كل الناس ياخدوه في ايديهم. ما احنا بنتكلم في شباب برضه يا دكتوره، نحطهم على النت، نحطهم في شباب متطور. بس ففي فرق في الاجيال، فهو ما حب يعرف عن حضرتك عمل سيرش على الانترنت ودور على برنامجك فما لقاهوش. يا سيدي تعالى المقر في امتداد الوحده اديك 100 بروشور بتاع وانا ملتزمه بكل كلمه قلتها في البرنامج الانتخابي بتاعي ان شاء الله تنفذ، زائد الحاجات اللي انا شفتها
ازيد من البرنامج. طيب الانتخابي الجمله بقى الثانيه اللي برضو لفتت نظري وقالها برضو احد الشباب اللي كان معانا على الهواء مع زميل كمال كريم مسعد، قال لك طب يعني دي المهندسين فردت كعب من هنا، يعني احنا امبابه أيوة وحشه أيوة والمهندسين ايوه حلوة. ايوه وده اللي خلانا نترشح. انا واحده من الناس، انا قعدت 6 سنين اقارب بين مصلحتي وبين الترشيح وترشحت، لاني ليه امبابه؟ ليه امبابه مش باصين لها كده؟ انا اول لا، لاني ما فيش حد بيسال، ما فيش حق بيضيع الا يكون وراء، ما فيش حد بيطالب بيه. احنا بقى هنطالب، وخطه التطوير الشمالي اللي شرحها لي اللواء سيد عبد العزيز 2008 والابنيه التعليميه اللي احنا واخدين على فكره بيها دعم اصلا أيوة. من 2003 برافو، كان 2008 قال لي هذه الخطه، ولازم الابنيه التعليميه اللي في ارض المطار تتعمل. ادي احنا ابتدينا، احنا عندنا اصلا ارض المطار كلها فاضيه، ابتدينا نحرك معهد القلب اللي في ارض المطار، جبنا الوزير وجبنا المحافظ وخلاص هيتفتح. شفناكي على هوا رحتي بعد ما شباب امبابه والاسم او الاسم بيتفعل اللي هو في ارض المطار اللي هو اسم الشرطه أوكي. والسجل المدني، وفي مدرسه كمان بتاعه تمريض هتفعل، وان شاء الله الخطوه اللي بعدها الابنيه التعليميه اللي في ارض المطار هتفعل. بما انك اصلا دكتوره وطبيبه توليد، يعني انت المسؤوله ده، انا مولده نص الباب ايوه انا ملاحظه يعني على فكره، يعني الشباب دول الحاج مصطفى ده انا مولده، انا عايزه اقول للمشاهدين، انا عايزه اقول بس للمشاهدين ان الدكتوره شاديه وهي على الهواء كل ما تشوف وش يعني حد مولود معانا على الهواء تقولي ده الحاج فلان. طبعا ده اهلنا وناسنا، انا مولوده في امبابه ومتربيه في مدارس. طيب هسالك بقى يعني على فيما يخص، وحضرتك كمان عضو في لجنه الصحه مفروض صح أيه. وفي قوانين كتيره بتصاغ، وحضرتك من فتره رحتي بعد ما اجتمع تقريبا مجموعه اسمها عيون امبابه واتكلمت على المبنى المهجور اللي بقاله 12 سنه تقريبا جنب معهد القلب، وان شاء الله هيفعل. كان هو الوزير عايز ياخده معهد قلب، وانا أوكي. ناقشته فيه قلت له ما ينفعش في قلب مستشفى حميات انفكشوس، لان يعني في عدوى، فما ينفعش بتوع القلب دول فراجايل، يعني لازم ايه يتحطوا في مكان نظيف. هو اصلا عايز اسال سؤال، هو ينفع اصلا مستشفى في وسط الزباله دي؟ لا ما هي جوه المستشفيات ما فيش زباله. لا يعني انا قصدي يعني مستشفى في الشارع، يعني فاكره مستشفى الحميات دي على النيل، على النيل ليها فيو جميل جدا، فيو كمان لا والله جميله جدا، يعني مش متاثره بالتلوث ده. لا لا لا، والمبنى ده لو اتفعل صح كبد ومناظير، وانا كنت بطالب كمان بحاجه تانية ان يتفعل دورين فيه للمرضى المصابين بالفيروس بي وسي والاتش اي في فيروس، سواء ولادات او سواء عمليات، لان الناس دي بيحصل لها ان الناس ما بترضاش تاخدها في المستشفيات العامه، وبتضطر في اخر ما بتزهق ما حدش بياخدها ما بتقولش ان هي عندها ايه فبتساعد على انتشار العدوى بين كل الناس، وممكن واحده تكون معاها فلوس تروح مستشفى خاص وتعدي اللي جنبها. وانا بصرف كل سنه 500 مليون جنيه على علاج الامراض الفيروسيه، طب ما انا احد انتشارها بقى، احد انتشارها. بما انك جبت سيره بقى الامراض الفيروسيه، كان ليكي تصريح لان انتوا سمعتوا ان السوفالدي اللي هو بيعالج فيروس سي انه رفعوا الجمارك على المواد اللي بتصنعوا الدواء. عملتوا ايه بقى؟ لا ما احنا مش موافقين على ده، لان الناس يعني يكفيها المرض اللي عندها. يكفيها المرض اللي عندها والناس معروف الحالة الاقتصادية اللي فيها البلد كلها. لكن أنا برضك عايز أقول حاجة يعني أنا زي ما ببص للناس، ما أنا ببص برضك لميزانية الدولة، يعني خلي بالك بس إن احنا يعني عندنا أوصل عجز في الميزانية يا دكتورة، أوصل من 1600 ل5000 دولار. لا لا ما ده مش هنوافق عليه، لأن الناس هتجيب منين؟ هتجيب منين المريضة دي؟ ده مريض، عارفة المريض اللي عنده فيروس كمان قوته العملية ابتدت تقل، فهو مش أصلا مش قادر يقدم، مش هيقدر يجيب أكتر حتى دخل، مش هيقدر يشتغل شغلتين مثلا زي ما واحد عايز يزود دخله هيشتغل شغلتين، فلا احنا مش هنوافق على. طب أنا بس عايز أسألك حاجة، بما إن أنا سني صغير يعني، فأنا أول مرة أعرف أو وأنا بذاكر إمبابة وحضرتك جاية إنه إمبابة فيها مصنع للأطراف الصناعية في ما وشلل الأطفال في شلل الأطفال في مصنع للأطراف الصناعية ولما جبنا الوزير شافه واعتمد له فلوس إن يكمل. طب حضرتك لما شفتيه بأمانة شديدة كمواطنة قبل ما تكوني نايبة، يعني هو شغال يعني بيأدي دور؟ والله كانوا شغالين وبيعملوا، بس كانوا بيعملوا بطريقة يعني عايزين تطوير أكتر من كده، بدائية يعني بدائية إلى حد ما، لكن برضك بينتجوا. لا أنا المستشفيات دي أنا كلها، أنا بنت إمبابة والمستشفيات دي كلها أنا لفيت فيها وعارفاها. هنروح بقى نشوف، نرجع تاني للزميل كريم مسعد على الهواء مباشرة من إمبابة ونسمع بعض المقترحات والمطالب من أهالي إمبابة الكرام. إليك كريم مرة تانية. و
مستمرين مع حضراتكم من هنا من منطقه امبابه من احد المقاهي في لقاء مع اهالي حي امبابه المختلفين في الاعمار وكذلك المختلفين في المشكلات المتعلقه بحي امبابه. كما تحدثنا منذ قليل تحدثنا عن مشكله القمام، يعني انا رايت بعيني امام القهوه اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي حوالي يعني 25 متر من يعني من القمامه، تل قمامه بطول 25 متر تقريبا موجود قدام القهوه اللي احنا متواجدين فيها. احنا بنتكلم على شارع امبابه الرياضي اللي احنا موجودين فيه، فده يعني استكمالا لرفض مشكله القمامه. ايضا في مشكلات اخرى الاهالي حابين يتكلموا عنها، نقابل ونسمع اراء احد الاهالي اللي احنا ما سمعناش ارائهم. اتفضل حضرتك عرفنا بنفسك وقول لنا مشكله اخرى غير المشكلات المتعلقه بالقمامه. اسم حضرتك في البدايه؟ الحاج علي ابو محمد. اتفضل. عندنا مشكله دلوقتي حته فواتير الميه. انا راجل عنده عماره فيها 16 شقه، كنت بدفع ميه 400 جنيه كل شهرين، 500 جنيه واخد بالك، وكانت السكان كلها بتدفع المنتظمين. اتفاجئنا بالميه بتيجي 1700 جنيه لغايه لما وصلت 2800 جنيه. السكان طبعا بدات تاثر، رحت عملت شكوى واخد بالك في حبه الميه، قالوا لي اعمل فحص على العداد. كام؟ دفعت 35 جنيه. واخد بالك؟ الا حد يجي ما حدش جه، قابلني مهندس في الميه قال لي ما تتعبش نفسك، بالعربي كده الميه اتضاعفت اضعاف الاضعاف. بدات السكان تاثر. نزلت الشارع واخد بالك مع المحصل، لقيت معظم العمال هايجه على المحصل والراجل مالوش ذنب. العماره اللي عليها 20,000 واللي عليها 15,000 واللي عليها 30,000. واخد بالك؟ فانا مش عاوز اخش في الدوامه ديت. واخد بالك؟ فانا فاتورتين دلوقتي ما بتدفعهمش بسبب السكان مش قادر. حرب المايك بس منك. فالكلام ده طبعا مش مظبوط. واخد بالك؟ دي من ضمن المشاكل. ثانيا الدكتوره شاديه كانت عامله يوم ما نجحت رحنا قعدنا معاها واتكلمنا في الموضوع دوت، وقالت لها بامر الله المشوار ده هيتحل. واخد بالك؟ مش شايفين اي حلول. واخد بالك؟ طبعا دي ارقام بتتحمل على السباق. طيب انا ما ينفعش يا استاذ واخد بالك، طب انا راجل ماسك عكاز وماشي بعرض وكل خدش للجمل دوت. صحيح. طيب انا ممكن ناخد راي كمان حد من الضيوف جنبنا، عايزين بس نتعرف بحضرتك في البدايه. سيد قوشتي العدوي. يا استاذ سيد انا عايز اسال حضرتك على المشكلات الاخرى المتعلقه ايضا بمنطقه امبابه. الناس اتكلمت على انه في بعض البلطجه احيانا، واحيانا في تجاره مخدرات موجوده في المنطقه. حضرتك تقدر توصف لنا اكثر المشكله؟ اولا قبل ما نطرح هذه التساؤلات اوجه نداء للإخوة أعضاء مجلس الشعب عن دائرة امبابة، وخاصة الحاج طارق سعيد وهاب الخولي والدكتور شادية، أقول لهم أين الوعود التي وعدتم بها أهل امبابة؟ يعني هم بيقولوا أين المقرات؟ لسه أين المجلس يعني هو لسه المجلس في بدايته، لسه كنا نرى على الأرض يعني بعض هذه الأشياء، ولكن تأخروا كثيرا على خدمات أهل امبابة. وبعدين أهل امبابة في حاجة ماسة إلى كل ما ذكروه في الدعاية الانتخابية من وحدة مرور ونقاط تفتيش وأمن داخل امبابة، كل ذلك نشعر به في امبابة نقص حاد في هذه الأشياء. والدكتورة شادية نفسها تعلم مدى صعوبة السير في امبابة، شارع القومية وعند مسجد المحافظ وتقاطع الشارع البوهي، كل هذه في حاجة ماسة إلى تدخل. نعلم أنهم يعني في مجلس الشعب سن القوانين ومحاسبة الحكومة، ولكن أهل إمبابة لهم مطالب وعايزين يشوفوا على الواقع خدمات هؤلاء الوعود. أين المقرات التي وعدونا بها؟ يعني كل هذه مشاكل تحيط بأهل إمبابة، فنرجو التدخل سريعا. وما يكفيش، وبعد ما تذهب للمحافظ الدكتورة شادية وأين الحل؟ نحن نريد حلول جذرية لمشاكل أهل إمبابة من مواصلات ونظافة وأمن، كل هذه الأشياء. وضحت رؤية حضرتك. ناخد بقى حد الحاج فايز، أعتقد الحاج فايز كان محتاج يعني
يتكلم معانا حاج فايز. اهلا بحضرتك معانا. عايز اسال حضرتك على المشكلات الاخرى غير احنا اتكلمنا اهو دلوقتي على القمامه واتكلمنا على انه في مشكله في الميه. كان بعض الاهالي ذكروا لنا ان في مشكله في الكهرباء وارتفاع اسعار الكهرباء بشكل او باخر في منطقه امبابه. حضرتك تقدر تكلمنا عن المشكله دي؟ طبعا بالنسبه بسم الله الرحمن الرحيم فايز هند من امبابه من اهالي امبابه، وانا بتمنى ان الساده النواب يقوموا بالخدمات المواطن عاوزها ان يحس بيها ويحس بالمواطن اللي هو الدخل المتوسط بتاعه. طبعا بالنسبه لفاتوره الكهرباء، فاتوره الكهرباء جه عليها زياده فالناس بتعاني من كده، وبالاضافه لكده ان في ضايفين عليها اللي هي فاتوره القمامه، فدي ناس كتير بتعاني من الموضوع دوت. فياريت يكون في نظره للموضوع ده بحيث ان فاتوره الكهرباء ما تجيش عاليه، ولان دلوقتي في شرايح يعني زايده عن المعدل بتاعها، فالناس كتير قوي بتشتكي من الموضوع ده. فياريت ان الساده النواب يبصوا وبنظره كده ورحمه للناس اللي هي مش مقتدره، يعني مش كله مقتدر ان يدفع فاتوره الكهرباء. وبعدين احنا بنطالب الساده النواب يعني دلوقتي زي طبعا ما هم وعدونا وجم وقعدوا معانا واحنا اتكلمنا معاهم، فياريت ان هم ما يغيبوش عننا كتير، ينزلوا تاني الارض الواقع، ينزلوا في وسط المواطنين، ينزلوا يشوف مشاكل الناس بنفسه زي ما كان في الاول بيوعد بكده، يوفي وعده على اساس الناس تبقى قريبه منهم. احنا بنشكر قناه تن اللي هي بتوصل صوتنا ليهم، واحنا برضو احنا عاوزين من قناه تن نوصل لهم برضو المعلومه ديت ان هم ينزلوا للمواطنين شوفوا مشاكلهم اقعدوا معاهم، دي هتبقى في فرص كبيرة أكبر لحل المشكلة وتشوفه على أرض الواقع. فلازم النائب يكون قريب من المواطن. صحيح أستاذ فايز، وضحت وجهة نظر حضرتك. عايزين ننقل بقى لحضرتك، حياتك تديله الميكروفون. عايز أتعرف بحضرتك في البداية وتقولي على المشكلات اللي بتواجهها منطقة امبابة غير اللي احنا قلناه. عرفني بس بنفسك الأول. اسم ناجي محمد سليم. ماشي. أنا أولا من أهل السوق. انا عايز اسال سياده النايبه، انت بتشتري الخضار بتاعك منين؟ انت بتنزلي السوق تشوفيه، بتشوف الناس بتمشي ازاي، بتشوف متنظم ازاي؟ ده اول مشكله. المشكله الثانيه مجمع المدارس عاملين حوالين المدارس جراشات، انا بقولها اهو جراشات. ماشي، جراشات حوالين المدارس. انا بودي ابني ولا بنت المدرسة ببقى خايف ماشي من العربيات، يعني بالعقل حوالين مدارس يبقى فيه جراشات. خلاص خلصت امبابة وفضل ان تبقى حوالين مدارس جراشات، يعني بدل ما تبقى جناين الاولاد يروحوا يلعبوا فيها يعملوا هالي جراشات. ماشي. السوق، انت سيادتك بتنزل سوق امبابة، يعني انت بتشتري الخضار بتاعك من سوق امبابة ولا بتبعت الخدامة ولا حد من عندك يروح يشتري لك الخضار؟ انزلي كده سوق امبابة شوفيه وسوق الخضار وسوق الفاكهة، شوفيه منظرهم ايه، الناس بتمشي ازاي. ماشي. تالت حاجة، ماشي، الصحة، انت حضرتك دكتورة، ماشي، بتشوف المركز بتاع امبابة، مركز مستشفى المركز بتاع امبابة، الخدمة بتاعتها ايه؟ طيب انا يعني بعد الاسئلة دي عايز اسأل حضراتكم، بما انه من اهم ادوار مجلس النواب او هو الدور الاساسي هو دور التشريع ان هو يصدر قوانين وقرارات، هل من حضراتكم موظفين في القطاع العام او في الحكومة؟ لا. مفيش، كلكم مش موظفين؟ لا. كلنا تجار. كلكم تجار. كلنا تجار. كلكم تجار. كلنا تجار وكلنا من اهالي امبابة. احنا بقالنا 50-60 سنة، يعني احنا بقى اقل واحد من دول بقاله 50-60 سنة في امبابة. ماشي. الناس بتضيق، الناس بتضيق. خدمة المستشفيات يا دكتورة، خدمة المستشفيات يا دكتورة، ما بتروحيش تشوفي خدمة المستشفيات لأهل امبابة ازاي؟ الناس بتضرب بالجزم، الواحدة بتشيل ابنها وهي رايحة بيه مش عارفة تروح بيه فين، مش عارفة تروح بيه فين يا دكتورة. طيب انا سيادتي شوف المواضيع دي. طيب يعني كده وشوف المواضيع دي. طيب بدل ما بتوع امبابة ماشي يعني اخيرا عشان سريعا وقتنا، طلبات حضراتكم من النواب بشكل مباشر، يعني عايزين تطلبوا ايه؟ 1-2-3. حضرتك استاذ ناجي قلت لنا رايك، الاستاذ فايز يقول لنا رايه سريعا. طلباته من النواب بشكل مباشر تطلب منهم ايه؟ اهم حاجه لازم تتحل فورا.
انا بطلب من السادة النواب ان هم يكونوا متواجدين بين الناس وبين الاهالي امبابة عشان يعرفوا المشاكل الاساسية مباشر منهم عشان يقدروا يحلوها. تمام الاستاذ احمد اتفضل يا احمد. برضه محتاج حلول جذرية لمشكلة الامامة ومشكلة مراكز الشباب ومشكلة المستشفيات. محمد سريعا بس عن الموضوع التشريعي انت كنت بتتكلم بس عنه، انت كنت عايز تسال على الاقل على قانون الخدمه المدنيه. ده حقيقي. تمام. احنا كشباب مثلا لما هنيجي نتعين في الحكومه او لو احنا حابين نتعين في الحكومه، احنا مش حاسين يعني احنا كنا نفسنا احنا رافضينه زي ما هم ما رفضوه، يعني في ناس كانت موافقه عليه، هم على الاقل النواب على الاقل يكون في طريقه ان احنا نقدر نتواصل معاهم ان احنا ندي لهم راينا اذا كنا احنا موافقين او احنا رافضين. دي حاجة سريعة. وهي حاجة تانية سريعة، هي كانت بتتكلم ان هي يوميا موجودة في شارع الوحدة عشان هي ساكنة في شارع الوحدة وعشان هي العيادة بتاعتها الشخصية موجودة في شارع الوحدة. وحاجة كمان الأستاذ منير أنور اللي هو رئيس الحي اللي هو هي بتتكلم عليه احنا ما بنشوفوش تماما، وهي كانت بتتكلم عن شارع اسمه شارع مراد اللي هو مبلطينه اللي هو في بلاط. انا عايز اقول لها ان هي في المنطقة بتاعتها اللي هي ساكنة فيها في شارع الوحدة مفيش ولا بلاطة موجودة اساسا من اول شارع البوهي لحد هنا لحد امبابه. طيب شكرا. انا شاكر ليك يا محمد. الحاج بقى هلاوي الدكتوره شادية ثابت لازم تبص على الاعتماد كله اتسافرت، المنطقه الغربيه اتسافرت زي ما الاعضاء دي عملت كده في منطقتها في امبابه. تمام. لازم امبابه برضو هنا في شارع الجامع والاعتماد والحتت دي لازم كلها تتسافرت. تمام. وبرضو لازم الناس دي تبص الناس اللي هتوظفها. طب اخيرا بس نوصل للحاج ابو محمد. الحاج ابو محمد بس عشان الوقت، اتفضل الحاج ابو محمد اخيرا كلمه سريعه. العدل بتاع ربنا مش هتقدر، العدل بتاع ربنا. تمام. انا شاكر لحضرتك. اخيرا عشان وقتنا بس اخر كلمه لحضرتك تقولها لنا فيما يتعلق بالنواب سريعا. استاذ النواب المنطقه نرجو منكم المكاتبه معانا على جوده الطحن في المطاحن لجوده الرغيف البلدي. تمام. الحاج مصطفى صديق صاحب سلسله مخابز امبابه. شكرا يا حاج مصطفى. انا اخيرا بس حاج سيد برضه علشان خاطر انا اقول لهم زي ما كنتوا ايام الدعايه الانتخابيه متواجدين بين اهل امبابه برضه المفروض ان تتواجدوا بينهم الان وتعرفوا مشاكلهم وتسعوا لحلها فورا. شكرا يا ساده يا اعضاء. شكرا جزيلا. مشاهدي تن تي في احنا بنشكر حضراتكم على هذا التواصل وبنشكر كل ابناء و القاطنين وسكان حي امبابة، حي امبابة العريق ذو الكتلة السكانية الكبيرة. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، بنشكر حضراتكم على حسن الضيافة. شكرا لحضراتكم. نعود من جديد لاستوديو 10 تي في. يعني الزميل كريم مسعد عايزة أشكرك شكر جزيل على وجودك مع أهالي امبابة. في الآخر وصلنا صوتهم على الهواء وكمان مع الدكتورة شادية. دكتورة شادية نقاط كتيرة بقى بالراحة هنتكلم فيهم. أول حاجة أنت بتشتري صحيح الخضار منين؟ والله أنا ردا على اللي قاله الحاج طبعا أنا أولا بشكرهم. أيوة. وإن فعلا هم كل الكلام اللي قالوه فيه كثير من الصحة، وإحنا كله إن شاء الله بس الدنيا اتخلقت في 6 أيام واحدة واحدة، يعني احنا عملنا شوية انجازات وما زلنا بنشتغل. ما قلتيش بتشتري خضارك منين يا دكتور؟ من سوق امبابة. وانا كنت يوم الجمعة اللي فاتت. أيوة. ويسأل كل تجار السوق. أيوة. انا كنت عندهم ودخلت وكنت في لجنة المصالحات اللي كانت موجودة. أيوة. في نص سوق الخضار، ولكن لقيت هو كلامهم صحيح. لقيت سوق الخضار في اماكن وسألت عليها مفيش مكان للمرة، يعني كل الاماكن دي. فبقول لهم دي بتاعت مين؟ اللي قافله الطريق دي للناس دي ايه؟ قالوا لي دول ناس حاطين. طب دول ناس احنا مش عايزين نقطع عيش حد. قالوا لي لا يا دكتوره دول مش قطع عيش، ده دول هم ليهم محلات. أيوة. ومطلعين ده. قلت لهم لا يبقى ما ينفعش كده. طيب. اللي عنده محل ياخد حاجته جوه، لكن انا اخشى ان واحد اقطع عيشه. طيب. اللي هو ايه ما يكونش ليه محل. دكتورة، لكن هم ليهم محل. دكتوره شادي خلينا بس هم عشان عندهم حق في النقطه، عشان احنا بس فتحنا التليفونات على الناس اللي بتطلبها يعني على هواء مباشره بس. أيوه. خلينا يا دكتوره. أيوه. الساده أنا كنت المشاهدين يوم الجمعه اللي فاتت في سوق الخضار. يوم الجمعه اللي فاتت. والله خلاص معانا وحيد من امبابه. استاذ وحيد سعادتك من محافظه الجيزه. سعادتك انا يعني ليا قرباتي وعمامي في مركز العياط. أيوة. وانا في لجنه حقوق الانسان برصد جميع كل التخلفات
ونرجو من محافظ الجيزة اللي هو قاعد في مكتب الجيزة من ينزل على أرض الواقع يشوف إمبابة ويشوف المنيب ويشوف مركز العياط اللي هبط من سينا. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة أستاذ وحيد؟ قلنا حاجة. أنا من سيادة النائبة، سيادة النائب أول ما بيقعد على الكرسي الرقم مقفول ومغلق وما بيردش على حد. نرجو من سيادة النائب لما الشعب هو قاعده مع الكرسي ينزل يشوف الكمامة في إمبابة ويشوف الكمامة في المنيب وينزل يشوف الكمامة في طيب. شكراً وحيد من إمبابة، بس عشان وقتنا عشان نعرف نستمر. بصي يعني برضو عايز أذكر السادة المشاهدين إنه تليفوناتنا موجودة معاكم هم على كل الهواء. الكلام اللي قالوه في كثير من الصحة وفعلاً لابد ده كله احنا نازلين عشانهم ونازلين عشان هذه المواضيع. بس حاجة بالنسبة لشارع مراد وبالنسبة لامتداد الوحدة تمام. أنا لما رحت لرئيس الحي قال لي البلاط للشوارع اللي أقصاها 5 متر، أقل من 5 متر يا دكتورة شادية. الناس بتقولك إنه في الآخر وأنت عارفة الشوارع نفسها طينة. حضرتك أول ما جيتي سألتك على الجو بنتكلم على اللي نقدر نحصل عليه الشوارع الصغيرة اللي في شارع مراد أقل من 5 متر يبقى نلحق. والمنيرة اللي هي شارع محرم واللي جوه وابتدوا من حسين مهران ابتدينا نبلط الأقل من 5 متر. لكن الشوارع الكبيرة دكتورة. قلت قال لي ما عنديش ميزانية. قلت له توجد لي ميزانية دكتورة شادية هقطعك كتير عشان احنا فاتحين التليفونات بنتواصل معاه. معنا محمد من إمبابة، مساء الخير. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا فندم. الأول احنا بنمس على حضرتك وانا بمسي عليك وعلى اهل امبابة واهل الجيزة وعلى النقبة المحترمين بتوعنا. الله يخليك يا رب. الحاج طارق والحاج استاذ ايهاب والحاجة شادية بنين دي من اقوى الناس اللي نزلت الانتخابات لان هي ست محترمة. الله يكرمك. واحنا انتخبناها لان عارفين هي دي اللي هتجيب حقوق. الله يكرمك. امبابة اللي مختارة بقالها 25 سنة. ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم. هي والنقبة اللي ربنا يوفقهم ويعينهم علينا اذا كان الحاج طارق ولا الاستاذ ايهاب ولا الحاجه شاديه. تمام. احنا بنقول لهم ربنا معاكم والاشغالات اللي هي النهارده مش هنبص لمين اللي هيتاذي ومين مش هيتاذي. النهارده انا كراجل دلوقتي ماشي في الشارع معايا عندي اي ظروف مريض رايح مستشفى رايح مصلحه حكوميه ما بنعرفش نعدي من النفق اذا صحيح. كانوا هم تطوعوا وشالوا الاشغالات اللي في الطريق اللي محطوطه في الشارع في الطريق العام في الناس دي لها محلاتها وكل واحد جاب واحد من بلده والواحد جاب واحد وكلهم ما عندهمش بطايق شخصيه اصلا في امبابة. يعني حتى ما فيش واحد من البائع المتجول كله اذا كان تحت النفق او فوق النار او في اي حته في امبابة مش من امبابة. يعني حضرتك يا استاذ محمد عايزنا نزيل او الاشغال الطريق الاشغال. الناس شكرا استاذ محمد من امبابة. وداخل سوق الخضار نفس الكلام ده. ما هو ده اللي تمشي. انا رحت يوم الجمعه اللي فاتت. طب دي بتاعت ايه؟ قالوا لي قلت لهم لا يرجعوا احنا مش بنقطع عيش حد بس يرجعوا لان الناس تمشي ازاي. والله الكلام ده قلته يوم الجمعه اللي فاتت وانا واحده معاهم. وعلى فكره اللي بيقول داخل عيادتها كل يوم لا انا ليا المقر بتاعي قدام العياده. هم بيسالوا على المقر فين المقر قدام العياده على طول قدام العياده 5 اوض وصاله. طب انت ما بتروحيش يعني هو عشان كل يوم اروح المقر الاول واشوف الطلبات ودي تتوزع ازاي ودي يروح فين ودي يجي فين وبعدين اروح عيادتي. طب يعني دكتوره شادي ده العيانين زعلوا مني دلوقتي قال لك ما بقتش فاضيه لنا. ايوه طبعا دكتوره شاد يعني وعشان مقر في شارع الوحده ما بتروحيش الا شارع الوحده والشوارع لا ده انا خدت مقر في المدينه خدنا مقر في المدينه انا والحاج طارق والاستاذ ايهاب وخدنا مقر تاني في يعني واخدين 3-4 مقرات بنحضره علشان لا عشان كل الناس اللي ليها مطالب نعملها السكرتاريه اللي عندنا تخلص الكلام. دكتوره شادية احنا هنطلع فاصل سريع مشاهدينا ونعود لنستكمل هذا الحوار الشيق وننتظر تليفوناتكم على الهواء مباشره عشان نتناقش في مشاكلكم ومطالبكم. خليكم معانا في استوديو النواب بعد الفاصل. عدنا مرة تانية مشاهدينا لاستوديو النواب ومستمرين معاكم في مناقشتنا لأزمة إمبابة أو مطالب أهالي إمبابة. ما فيش أزمة أنا بس الأزمات اللي اتكلمنا فيها من أول حلقة على مجلس النواب مأثرة عليا يعني مطالب أهالي إمبابة. ومعانا في الاستوديو مشرفانا الدكتورة شادية ثابت وهي النائبة عن هذه المنطقة.
دكتورة شادي، قبل الفاصل خدنا تليفونات كتير، واحنا كمان على فكرة مشاهدينا مستمرين معاكم في استقبال تليفوناتكم ومطالبكم وشكواكم عشان نوصل صوتكم على الهواء مباشرة. بعد ما قلت لي بتشتري الخضار منين، عايز اسألك بقى، بما انك مسؤول على المستشفيات وده شكوى مش بس في امبابة ده حقيقي، بس هتعملي ايه في امبابة للناس اللي بتروح بتتعامل اصلا عشان توصل للمستشفى دي مشكلة وبتروح تتعامل بشكل سيء زي ما الاستاذ قال؟ الحقيقة انا كنت وكيل مستشفى امبابة العام، والحقيقة الناس كانت فيها، كان بيجيني كل يوم من حوالي 1200 ل 1300 عيان في اليوم في العيادة الخارجية، ده معناها ان ثقتهم بالمستشفى، ولو ما كانش كده وكنت بلاقي ناس كانت مشكلة كتيرة جدا، كان بيجوا من اوسيم والكلام زي ده، بيحاولوا انه يمشيهمش الورق ويرجعهم تاني، لكن يقولوا احنا بنثق في امبابة العام. فامبابة العام هم يشهدوا ان هي من المستشفيات اللي فيها خدمات كثيرة، ولكن في نقص في حاجات كتيرة جدا، وده احنا بنلاقيها كنواب، يعني العناية المركزة مش لاقيين، والناس تتصل بينا ونتصل بطوارئ الوزارة مفيش. ففي فعلا عايزين نعمل سراير اكتر للعناية المركزة، لان العناية المركزة طب والمعاملة في الاماكن الخاصة غالية جدا. المعاملة احنا برضك هقول لحاجة، المعاملة دي شقين. يعني احنا دايما كنت بجيب كوكيل مستشفى، كنت بجيب الدكاترة واقول لهم يا جماعة عاملوا الناس، انتوا بتشوفوا الحالات دي، فهم الحالات دي مش هو كلهم متعودوا عليها، لا الناس بيبقوا مخضوضين على اهلهم، طمنوهم واشتغلوا، فعايزين تدريب للاطباء كيفية التعامل مع المريض وتهدئة روعه والتعامل مع الحالات. بس فعلا احيانا في ناس بتدخل تشتم وتعمل، ما تخليش الدكتور يعرف يقوم بمهمته. طيب خلينا ناخد دعاء ده شق وده شق. دعاء يحيى من امبابه. أيوه. دعاء مساء الخير. الو اي دعاء، انت على الهوا، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي للدكتوره شاديه. اهلا بيكي وحضرتك طبعا واسره البرنامج. اهلا بيكي. معلش انا بس والدي عنده مشكله، فانا بوصل صوتنا من خلال الدكتوره شاديه، واتمنى بعد ربنا فيها ان شاء الله. الله يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليك. حضرتك انا والدي 68 سنه وراجل مسن وما لهوش اي دخل في المعاش، ويعني بياخد معاش تضامن اجتماعي 360 جنيه حضرتك. كام؟ 360. مؤثر على عينيه، فعامل عمليه في عينيه عمليتين، وعجله دهسته قريب ومركب شريحه مسامير في رجليه. حاولنا نرجع معاش والده حضرتك، كان في السكه الحديد، حولوا كوميسيون طبي، الكوميسيون حدد له معاش سنه. بعدين التامينات رفضت حضرتك، بتقول ان اصابه عينيه بعد سن الستين. طب يعني بعد سن الستين اللي بيتعب احنا نعمل فيه ايه حضرتك؟ ومفيش اي مصدر رزق للاسره. طيب دعاء تسيبي نمرتك في الكنترول برضو عشان نديه الاستاذه شاديه. يعني ايه بعد سن 60 ناس تموت أولاً؟ يعني لا طبعا، واولا المعاش ده 360 دول قليلين جدا، وانا في قانون ان هيزيد ل 800 وشويه، وده حد ادنى برضه. انت هتناقشوا القانون ده؟ لا ده خلاص اتوافق عليه. يعني اتوافق، احنا توافقنا في الاسبوعين الاولانيين. اللي بس الجمهور مش عارف، احنا كنا بنيجي من المجلس الساعه 1 بالليل لمناقشه القوانين، القرارات بقوانين علشان ايه اللي نوافق عليه وايه اللي ما نوافقش عليه. طبعا قانون الخدمه المدنيه. لا وبعدين الحته بتاعت بعد 60 ده يعني ايه بقى؟ يعني لا يعني اهالينا بعد 60 دي تغييرات. اولا في حاجه يا استاذه بتتعمل دلوقتي وان شاء الله ربنا يكرمنا، وكنت لسه امبارح بتكلم فيها على الهوا برضك، نظام التامين الصحي الشامل هيشمل 90 مليون مواطن. كله الزامي. مش بمزاج حتى المواطن. تمام. كله هيبقى الكلام. الناس الغير قادرين الدوله طبعا بالفرد 800 جنيه في السنه، وهيتعالج في احسن المستشفيات. طب هتعملي ايه الدعاء؟ دعاء طبعا هتجيني المقر بتاعي لو هي من اهالي امبابه ان شاء الله، او من غير امبابه. لا على فكره دعاء من امبابه هتيجي ونشوف، تجيب ورقها ونشوف اذا كنا هنقدر، هي عامله معاش، اذا كان في اي زيادات اي حاجه هنحاول ان احنا نجيبها لها باذن. طيب هناخد معانا التليفون. بالنسبه للتامين الصحي الشامل هيشمل طب منظومة الصحية كلها عايزة تتغير وعايزة تتعدل كلها. ده لجنة الصحة بقى يا دكتورة. ده احنا شغالين والله من نار، وهنشتغل، وانا رحت عشان اشتغل وعلشان اجيب اللي انا شايفاه غلط قدامي من واقع شغلي. خبرتك 11 سنة، 11 سنة وكيل شايفة المشاكل الصحية وشايفة المشاكل الاقتصادية. طيب. وان شاء الله ربنا يعيننا على حلها. احنا معنا تليفون برضو. بس ما يستعجلوش الوقت، يعني الحاجة ما بتخلص في يوم واحد كلها. معنا تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام. مين معايا؟ معلش انا مش عارفه اسم. ايمان عبد اللطيف. استاذه ايمان اهلا بيكي، بتكلمينا منين يا استاذه ايمان؟
من امبابة حضرتك. اهلا امبابة، اهلا وسهلا باهل امبابة الكرام. اهلا بك، مدرسة في مدرسة خالد بن الوليد في امبابة. اهلا بيكي، تفضلي يا استاذة ايمان. اهلا بحضرتك، مساء الخير عليكي وعلى دكتورة شادية. اهلا بيكي يا ستي اهلا بيكي يا دكتورة. حضرتك عشمنا فيكي وفي ربنا كتير قوي. الله يخليكي، ربنا يقدرني واعمل كل اللي نفسكوا فيه واللي انا نفسي فيه ليكم باذن الله. اتفضلي يا ايمان. مستنيه من حضرتك كتير والله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعينك. قولي لنا يلا طلباتك ايه. هتكلم في نقطتين. اول حاجه النظافه يا دكتوره شاديه، الزباله. الزباله اللي ماليه شارع المطار والعماره ومدينه الامل، يعني حاجة لا تطاق حضرتك. جنب المدرسة، جنب خالد بن الوليد ومدرسة ابتدائي حضرتك، زبالة كتير جدا. وايه تاني نقطتك التانية ايمان؟ بس عشان الوقت، عشان نلحق ناخد ناس تاني. كثافة الفصول. انا مدرسة رياضيات في خالد بن الوليد. الفصل 94 تلميذ. سنة ستة عندي 94 تلميذ. 94 تلميذ في مدرسة خالد بن الوليد. الصف السادس عندي، شوفي تلميذ سنه سته جسمه قد ايه، 94 تلميذ في الفصل ابتدائي. كم العدوى والفصل ده؟ يعني هما بيقعدوا فين اصلا ال 94 العدوى؟ بيقعدوا فين يا ايمان؟ ما بنلاقيش اماكن نقعد كمان، في عيال بتفضل واقفه في الفصول وهما في الاخر بيتعلموا حاجه. طب يا ايمان بال 94 والله يا دكتور، والله يا استاذه غير التعليم الصحي احنا بننحر نفسنا. ممكن ده يزود العدوى هناخد التليفونات ورا بعض وبعد كده نرد معانا استاذ عماد. الو استاذ عماد. السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. اتفضل معانا على الهواء. مع حضرتك يا فندم. معاك يا عماد، انت على الهواء مباشره على تان تي في. تحياتي، انا عاوز اتكلم في ثلاث نقط. بمناسبه تان تي في، على فكره تان تي في من اجمل قنوات الوطن العربي كله. شكرا مشاهده. شكرا جزيلا. وتحيه، واتمنى لك يا استاذه سمر، يعني انت منوره الشاشه والله. ميرسي يا استاذ عماد. بره بس دلوقتي منوره الدنيا والله، ربنا يكرمك. وانا بشكر القائمين على القناه المحترمه دي جدا يعني. شكرا يا استاذ عماد، اتفضل قول لنا نقاط. النقطه الثانيه اللي هي قبل الاخيره لضيفتك الكريم، بقول لها يعني انا من 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 بشتيل يعني، وحضرتك يا ريت تنزل وتشوف المنظر بتاع اللي تحت الكوبري. بشتيل حاجه صعبه جدا، زباله وعربيات متكسره وحاجه، ويمكن هي شافت بشتيل عامله ازاي. بشتيل عاوزه نظره يعني. برضو بعلق في النقطه الاخيره وتديني مساف، ربنا يبارك لك يا استاذ صبر. قالت الناس بتشتم وكلام من ده. انا اصلا شقتي في امبابه حضرتك، في بشتيل بالظبط. فنزلت النهارده، طبعا النهارده خميس وجمعه وبننزل نشوف اهالينا كده وكلام من ده. فنزلت انا نازل الزقازيق في الشرقيه يعني، معلش اسمحي لي اتطرق في حاجه مهمه برضه للاخلاق، لان احنا عملنا ثوره يا استاذ سمر، عملنا ثوره عشان خاطر نغير، مش عشان خاطر. بس للاسف احنا عايزين ثوره في الاخلاق. فوقفني يعني منظر وحش جدا. لقيت في حته اسمها ويا ريت تكتبيها وتناشدي الساده المسؤولين في محافظه الشرقيه. رئيس الوحده المحليه بجزيره سعود مركز الحسينيه، رئيس الوحده المحليه بجزيره سعود مركز الحسينيه. مركز الحسينيه، ها؟ جزيره سعود، رئيس الوحده المحليه، واسمه راجل محترم جدا جدا، اسمه الاستاذ ابراهيم سلامه. الراجل ده راجع بعربيته عشان خاطر ما يرضيش ان هو بيمشي موظفين الساعه 3 في ميعادهم. فبعض الموظفين المنحطين، قابلوه على الطريق وهو مروح وجابوا له ستات ضربوه. هل هذا في دوله القانون؟ هل احنا في دوله القانون يا استاذ سمر؟ لما رئيس وحده يتضرب عشان خاطر بينفذ القانون وبيمشي تبع سياسه الدوله المحترمه اللي عاوزين نبنيها كلنا، وما بيخليش الموظفين تزود. وضحت النقطه يا استاذ عماد، شكرا جزيلا. انا ممكن اتكلم فيها طبعا، بس يعني احنا النهارده بنتكلم على امبابه بس. برضو اهلي في الشرقيه بمسي عليهم. خلينا نروح ناخد تليفون تاني، صح يا شباب؟ معنا تليفون تاني على الهواء؟ فصل خلاص. طيب هنتكلم على كوبري بشتيل ماشي. أيوه. بس قبليها هتكلم على 94 تلميذ سته ابتدائي اللي قالت عليهم استاذه ايمان. دي جريمه، لان حقيقي غير ان هم يستوعبوا الدراسه اللي بتتقال لهم، ان دوت معاه يعني وسط لنقل العدوى. نقل العدوى دروب للدي للزور، يعني ميكروب سبحي، يعني روماتيك هارت، يعني ممكن الدوله تصرف عليه قد كده اللي هو يعني حمى روماتيزميه. الحل في خطه تطوير الشمال دي، لازم نمشي وراها كلنا الاربع نواب. طب يا دكتوره شادية، في 58 فدان. اسمعيني يا استاذه، احنا بقالنا شهر بس، احنا بقالنا شهر انا عارفه ومسؤولين في مجلس الشعب. ماشي. وقبل ما نروح
جبنا الوزير وجبنا المحافظ وما زال بنتردد وبنعمل هذا الكلام، وال 58 فدان اللي في ارض المطار اللي هم مخصصين اللي هم من 2003 اللي هم من 2003 انا طبعا انا عرفتهم 2008 مع السيد عبد العزيز، وده من الحاجات اللي خلتني اترشح. لابد ان الابنيه التعليميه دي تعمل في ارض المطار عشان نقلل كثافه الفصول، مش عشان الاستيعاب وبس، ده عشان الاستيعاب ومنع العدوى. دكتوره عايز اسالك سؤال، تفتكري وحضرتك قبل ما تكوني نايمه وانت قاعده كده بتتفرجي على التلفزيون وكل حاجه عارفة. كل دي عارفاها اسمعيني يا دكتوره، كل المشاكل وكل ما تيجي تقولي عندك مشكله يتقال لك ايه؟ عندنا خطه لازم نمشي عليها. ما هتمشي يا استاذه، ما هنمشي في يوم وليله. لا انا مش قصدي انا ده انا لما قال لي سيد عبد العزيز اللواء سيد عبد العزيز الكلام ده سنه 2008 بقيت هو الخطه دي ما بتمشيش ليه؟ ودي والله من الادعيه 2016 الادعيه اللي خلتنا ترشح. يعني من 2008 اول حاجه لما انا جبت لما جه الوزير وجه المحافظ قلت له في خطه هنا لازم تتعمل، قال لي يا دكتوره شاديه تعالي لي واحنا ماشيين فيها. والحقيقه اللي هو كمال الدالي من يوم ما جه بيشتغل وبينزل لوحده واحنا معاه، واطمن اهل امبابه ان كل اللي قلته ببرنامج الانتخابي من خطه تطوير شمال من ابنيه تعليميه بس واحده مش هتصحى في يوم وليله نلاقي الحاجات عشان بس وقتنا بيخلص. بسرعه نتكلم في فواتير، انا عندي وعدي في فواتير الميه والكهرباء والارقام الفظيعه اللي سمعناها مع كريم على الهواء. عندي في الشقه بنفس الطريقه زادت بشكل غير عادي، ده 15000 جنيه وحاجات كتيره. فيعني ايه كل ده؟ هي دكتوره يعني فواتير ميه وكهرباء وصلت 15000 جنيه عشان يظبط ورقه، يعني مش معقوله، ده كتير قوي كتير والناس ما عندهاش دخل. يعني انا عندي الشاب اللي بياخد 1200 جنيه هيدفع كام ايجار الشقه بتاعته؟ هيدفع الكهرباء كام؟ هياكل بكام؟ يعني الحقيقه نظره، يعني انا طبعا طب هو من الحاجات اللي قلتها فيه، لا من الحاجات اللي قلتها في قانون الخدمه المدنيه المفروض اللي يتعمل، يعني مثلا القانون الخدمه المدنيه الناس كلها كانت رافضه. على فكره هو قانون اصلاح اداري كويس قوي، ولكن في نقطتين لازم يتصلحوا. اول نقطه اللي هي ان احط معايير لتقييم الرئيس لمرؤوسه، ما اخليش المرؤوس في رقبته في ايه الرئيس. انا بحبك بنقط معينه ارجع ليها في حالات التظلم وما يتغولش الرئيس على المرؤوس. النقطه الثانيه تضييق الفجوه بين كل عاملين الدوله، ما الاقيش حد بياخد 1200 وحد بياخد 40000، مش الحد الاقصى والادنى للاجور دي حاجه ثانيه، ده في نفس القطاع الاقي مرتبات عاليه ومرتبات واطيه. دكتور عايزين عداله اجتماعيه وده اللي طالبينه وده في القانون، عشان لو رجع ثاني لازم يبقى في تضييق فجوه بين المرتبات العاليه وبين المرتبات، علشان الصغير ده يعيش. هيعيش منين كهرباء؟ وهيعيش منين ايجار؟ وهيعيش منين أكل؟ طيب. اخيرا بقى، واظن ان اي حد بيسمع كلمه امبابه ومش عايش في امبابه بيجي على طول الصوره الذهنيه بتاعه اللي هي ايه، عاصمه جهنم. لا بالعكس، في ناس اللي هي ايه جداً. لا انا مش قصدي، انا هتكلم على ايه، على البلطجه والادمان الاثنين دول. نقطه مهمه جدا جدا جدا، وانا طلبت من السيد الوزير بردك لعمل في المبنى اللي احنا عايزين نفعله دور كامل او لعلاج الادمان، لان مش كل الناس بتقدر اللي هو المبنى اللي في حمايه امبابه، لان الناس كلها ما بتقدرش تعالج اهاليها في المصحات الغاليه، واخده بال حضرتك، بيتكلف كتير، فلازم ناخد بايد الناس دي عشان ما نوصلش المدمن لمدمن ومجرم، انزله الحجز يطلع مدمن ومجرم. حلو. لازم، لان ده قنبله موقوته على المجتمع بحاله. والبلطجه ما هي دي، ما هو يعني المدمن ده أما تيجي تقوليلي قنبله موقوته على المجتمع بحاله. اما نيجي نسمع انه ما فيش عسكري مرور موجود في الشارع في امبابه، ان شاء الله هنجيب. طب ده معناه انه ما فيش شرطه برضه متواجده في امبابه؟ وطلبت عربيه دوريه في جميع مناطق امبابه، وخاصه شارع الحريه اللي هو بتاع السيراميك اللي بيبقى فيه مشاكل، والاقصر والبصراوي، قلت عايزين عربيه دوري تمشي بتاع البوليس. سريع بقى، ده سريع كله عشان الوقت، بفضل الله هعمله. الوقت الشباب اتكلموا على فكره ان احنا ما فيش خدمات ثقافيه، مفيش تدريب للشباب. في مكتبه طفل كده في شارع البويه، ولكن لن تفعل. انت قلتيها اهي، وبرضه في مكتبه اللي في الكتكات ولن تفعل. كل الكلام ده لازم يفعل. ازاي بقى؟ كل والشباب ده محتاج تدريب، وزاره، ولازم الشباب يتدرب، ولازم كمان الاطباء في المستشفيات يتدربوا على التعامل مع الناس. انا كنت بجيبهم والله وبدربهم واقول لهم بصوا احنا مش مسؤولين لو عملوا حاجه، لازم انتوا تتدربوا ازاي تتعاملوا مع المريض وتهدوا روعه الاول، وبعدين تمتصوا غضبه وتشوفوا الحاجه. يعني حضرتك بتوعدي ان انت هتقدمي؟ لا، كل الكلام ده هعمله بفضل الله، بس عايز اقول لناس صبرا جميله، احنا بقالنا شهرين وشهر منهم مسحولين في قلب مجلس الشعب بالقوة.
قرارات بقوانين، لكن الوقت اللي بنلاقيه فاضي انا ما بقعدش في بيتي. ويمكن تعلموا ان كل امبابة قاعده تقول ده مشيت ومش لاقيينها، لان فعلا انا بجري ورا المصالح اللي انا وعدت الناس بيها. يعني هو المشكلة الخطوط العريضة للمشاكل. بالنسبة للقمامة بقى في مشكلة، وهسير على الهواء، ان في حاجة اسمها رقيب بيجي من التجميل والنظافة. المفروض ده بيبقى رقيب على المتعهد. ايه اللي بيحصل بينهم اللي نعلم؟ المتعهد اللي هو بيجي ياخد القمامة بيتسيب التاني، بيسيب له الكلام، ما بيرقبش. انا عايز الرقيب ده يشتغل بجدية، لان لو ما فيش متعهدين من هيئة التجميل والنظافة. اوكي، هو المتعهد بقى متسيب، ما بقاش يجي الرقيب، لان الرقيب عليه ما هو متسيب برضه. الرقيب ده مسؤول على ان هو يشوف ان الراجل اللي احنا ده بيلم القمامه من البيوت ولا لا. طيب، بيروح يجيبها ولا لا؟ طب هو مش مفروض اصلا الكهرباء بندفع احنا فيها فلوس على الزباله؟ المفروض بقى فين الناس دي؟ المفروض الفلوس بتاعه القمامه تتشال. يا الا فعلا يبقى في مسؤول، ناس من اللي هم بياخدوا فلوس الكهرباء دي، اللي هم بتوع القمامه اللي هم المتعهدين، يجي ياخدوا من البيوت. بالنسبه بقى للمدارس، الجراجات اللي حوالين المدارس، واصلا يعني كل ده الحي لازم يعرف دي جايه ازاي، وفي املاك دوله كتيره الناس حطت ايديها عليها. مفيش تشريع هتعملوه طبعا عشان الحي اللي ما بيشتغلش والمحليات اللي ما بتشتغلش. احنا اللي اولا عوده عاجله للمحليات، وان شاء الله شباب امبابه في منهم الكثير اللي عايز يشتغل باخلاص، ما شاء الله عليهم كلهم. باذن الله عايز يشتغل باخلاص، وهيساعدنا كتير وجود المحليات. وان شاء الله امبابه تتقسم لحيين عشان ناخد اكبر عدد من الشباب اللي يساعد معانا ان شاء الله في حل هذه المشاكل. احنا مش هنسيبهم، هنبقى معاهم برضه. بكره هتشتري الخضار منين يا دكتور؟ من سوق الخضار. انا من غير ما اشتري، انا والله كنت يوم الجمعه اللي فاتت في سوق الخضار، يعني حضرتك بتاكلي في شارع الغيط، في شارع الغيط، وشفت ما كنتش عارفه امشي، وقلت ايه ده؟ قالوا ده بتاع المحل ده، طب ما بيرجعش ليه لمكانه. دكتوره شاديه، بتاكلي من نفس الخضار اللي الناس بتاكل منه؟ لو طبعا طبعا، انا بنت امبابه، كل يوم في امبابه، وليا مقر في امتداد الوحده بروحه قبل العياده. قبل ما بروح العياده بروح المقر. الشباب اللي شافوني دلوقتي، وانت عاجبك الحاله الصحيه للسوق، ما بانك انت دكتوره وتعلمي جيده. يعني على فكره احسن خضار في سوق امبابه، مش وحش. لا والله، لا انا بتكلم على الحاله الاورجانيك بقى والحاجات دي. لا انا بتكلم على الحاله الصحيه، عايزين كل الخضار اللي في مصر كله يبقى اورجانيك. انا مش بتكلم على اورجانيك، كنت لسه بتكلم مش بتكلم على مش بتكلم على الاورجانيك، ان الـ ان الـ ان الخضار نفسه اورجانيك. انا بتكلم على الحاله اللي فيها السوق اصلا، اللي ما ينفعش احط فيها. لا مش هو مش ما بينفعش احط فيها، هو بيتكلم على ان انت لما تمشي في السوق ما تقدريش تمشي، لان الاشغال بتاع الباعه، يعني اللي عنده محل برضك مطلع لي حاجه في النص، طب اللي هيشتري هيشتري ازاي؟ كلمتك الاخيره لاهالي امبابه. انا على وعدي بكل اللي انا قلته باذن الله، لاني كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. تمام. اللي انا قلته ببرنامج الانتخابي كله، وانا هنزله لكم على النت ان شاء الله، حاسبوني حاجة هتتعمل، وهمشي وراها لغاية ما تتعمل، من أبنية تعليمية في أرض المطار، من تفعيل اسم الشرطة وهو بيتفعل دلوقتي، من تفعيل معهد القلب وبيتفعل دلوقتي نتيجة الزيارة اللي جبناها، من سجل مدني، من حل مشاكل. الأهم حاجة اللي يهمني قوي حل مشاكل الصرف الصحي اللي بيوقع البيوت دي. تمام. عشان أرواح الناس مش قليلة. تمام. ولكن واحدة واحدة، اصبروا علينا واحدة. كل حاجة وانتوا هتساعدونا. طيب. وزي ما أنا قلت لكم برنامجي الانتخابي، واحدة منكم دايما بينكم، نعمل سويا من اجل الوطن. لازم تساعدوني واساعدكم. دكتورة شادية ثابت، يا عضو مجلس النواب النائبة البرلمانية، شكرا جزيلا ليكي. اشكرك اشكرك، واشكر مشاهدينا أهل كلهم واهل مصر بحالهم. مشاهدينا الكرام، كنا معاكم على مدار الساعات الماضية، بنحاول ان احنا نكون صوتكم لمجلس النواب، وبنحاول نعمل كشف حساب، ويعني ده هنحاول نعمله في برنامجنا استوديو النواب. الحساب كان بدري الحساب كان بدري شوية، يعني عشان نعرف استنوا علينا شوية بس بنعمل لا ما تستنوش على حد، خلينا دايما بنحاول ان احنا حاسبين الشهر اللي فات عملنا ايه، عملنا كتير. خلينا نحط اولويات للنواب حتى يعلموا بأن هناك أيضا من يراقبهم ويحاسبهم. مشاهدينا، أنا كنت معكم على مدار الساعتين أو أكثر من ساعتين على هواء مباشرة، بشكركم شكرا جزيلا. ببعت تحياتي طبعا لأهالي امبابة، بشكر الزميل الجميل كريم مسعد اللي كان معانا على الهواء مباشرة
من إمبابة لينقل صوت الأهالي. وأيضا طبعا بشكر مخرجنا العزيز الأستاذ شريف وجميع القائمين على هذا البرنامج. بمسي عليكم ويا رب يا رب يا رب يعني نهاية الأسبوع دي تكون جميلة كده والدنيا دفيت اهو الحمد لله، ونلحق نتدفى قبل الموجة التانية اللي جاية بتاعت البرد اللي قالت لها عليها هيئة الأرصاد الجوية. على العموم أسيبكم في أمان الله، كنت معاكم سمر نجيدة، تصبحوا على خير.